بي نزار كنيوة هيثم سعادة زيادة دومي حمد براع نينات ديليج رضوان سليمان وسام بوعوينة يوسف كدور ماهر خنفير كاتش رقم واحد في النجم الساحلي ويساعده اللاعب السابق ماهر خنفير. بالنسبة لثلاثي التحكيم هيكل قسنطيني ماجد العروي وعادل الشيبي. مراقب اللقاء هو مختار معليل. طاولة الميقاتيين حرابي شادو وبن تركيا. أجواء كبيرة أجواء كبيرة الكل تعرف أجواء قاعة المونستير والجماهير الاتحاد المونستيري خاصة أنه موعد حاسم اليوم بالنسبة لفريق الاتحاد المونستيري. على الصورة صورة المخرج سمير المحفوظي. لقاء ينطلق بعد تقريبا دقيقتين من الآن. جماهير النجم الساحلي وجه لوجه مع جماهير الاتحاد المونستيري في دربي مثير جلب الانتباه وجلب الانظار طيلة موسم. دربي فرجوي ومنتظر هنا في قاعة المونستيري بنصف نهائي البطولة. نعيشوه مع بعضنا ان شاء الله على القناة الوطنية الثانية. اذا سمير مباراة ثانية مباراة عودة بريسيون تتنقل من جماهير من لاعبي النجم الساحلي. الشونج دو كون تمشي ل هي لاعبين الاتحاد المونستيري اكثر ضغط حكم انه خسر اللقاء الاول. الاتحاد المونستيري كما قلنا لكم انتهى قبل ثانيتين من نهايته بعد الاحتجاجات على قرار التحكيم الاخير والكونسيسيون الاخرانيه. ثم صارت العقوبات زوج مباريات مع تسجيل تنفيذ للكابتن بشير حديدان مع خطيه ماليه ومعاقبه رئيس الفرع. نرجع لك سمير قلت لك البريسيون على شونجي دو كون من ماتش نهار الاثنين كانت اكثر على النجم الساحلي الان البريسيون اكثر على الاتحاد المونستيري في قاعته امام جماهيره. كيفاش ملاعبي كره سله يحضر مباريات فيهم برشا بريسيون كيما هكا سمير؟ هي مقابل تاس بالنسبه لاتحاد المونستيري ما فماش شونس للتدارك او كونترير بالنجم الساحلي اللي عنده فرصه اخرى بور سو راترابي. دونك برشا ضغط على الفريق الاتحاد المونستيري والتحضير النفسي عنده قيمه كبيره. دايور كي تشوف انت في الفريق فما عديد اللاعبين اللي عندهم خبره بور جيري معناها لا بريسيون هذه. وفريق الاتحاد المونستيري مطالب قدام جماهيره بالتدارك كيف كيف بالنسبه للنجم الساحلي اللي هو امام فرصه معناها باش ينهي معناها ويترشح السلسله هذه ويترشح للدور النهائي للبطوله. دونك في تقديري الشخصي ماتش كريبري من ناحيه بوتنسيال هيومان فما ملاعبيه باهين في كلا الفريقين. من ناحيه الخبره كيف كيف زوج فرق يتكونوا من لاعبين عندهم خبره. دونك ماتش كليبري ماتش مسكلي نتصور اللي كلوز جيم باش تكون المقابله هذه كما مش تخلع القاعده. ذكروا احنا في مباراه نهار الاثنين كانت مسكره شويه في بدايتها ثم رينا عروض الحقيقه تعمل الكيف في لقاء نهار الاثنين من النواحي الكل باستثناء الثانيتين الاخرانيين اللي شهدت الاحتجاجات التحكيميه على البوسيسيون اللي كانت بين فراس الحريني وهيثم السعده. لكن باش نكونوا امناء في نقل الصوره كان ديربي مثالي من ناحيه احترام روح رياضيه من الجماهير في بعضهم الملاعبيه في بعضهم المسؤولين في بعضهم ما صار حتى ديفلوبمون. المباراه كانت حلوه كيف كيف حتى على المستوى التشويقي. ان شاء الله اليوم نراه مباراه شبيبه حلوه تليق باسم النجم وتليق باسم الاتحاد المونستيري. كما قلنا ديربي الساحل يجلب الانظار مش كيف في كرة السلة حتى في كرة القدم وغيره. ريفاليتي اونتر بارونتيز سبورتيف بين الجارين. كما قلنا اللقاء اليوم حاسم بالنسبة للاتحاد المونستيري أقل حاسم بالنسبة للنجم الساحلي اللي نجم يستثمر لقاء الذهاب يعني عنده البونوس حتى في صورة هزيمة النجم الساحلي فانه يستقبل في نهار الأربعاء في سوسة في اللابيل. الاتحاد المونستيري أمام حتمية الانتصار للبقاء في سلسله نصف نهائي البطوله. جماهير النجم الساحلي جماهير الاتحاد المونستيري بشبابيك مغلقه تلعب هذه المباراه الحاسمه سيمي فاينل البطوله المباراه تسنين الجيم 2 بين اليو اس ام والاتوال. قصه 40 دقيقه
تقول إثر نتيجة للنجم الساحلي يذهب إلى النهائي أو الاتحاد المنستيري يذهب للقاء ثالث نهار الأربعاء في قاعة سوسة. علاش في قاعة سوسة؟ لأنه النجم الساحلي كمل ثاني في المرحلة الثانية والاتحاد المنستيري كمل في المركز الثالث. بعد لحظات تعطى الإشارة كما قلنا من هيكل قسنطيني يحكي مع مختار معليل مراقب اللقاء. وأمامنا الجماهير الوفية للاتحاد المونستيري معروف بالجبة نتاعو المحبة هذاك في المونستير منذ سنوات. وتوحشنا الحقيقة ربيع الأجواء هذيا نتاع كرة السلة. أنت عشت منهم برشا أكيد أكيد. كنت يوم ديبلاسمون مع القروين المنستير في القاعة القديمة كيف كيف ولا المونستير كي تمشي قاعة القيروان أجواء أجواء تشبه لهذه برشا جماهير. أكيد فيرمي وحتى والله قبل تسكر يتباعوا مارشينوار وما تلقاهمش معناها أجواء استثنائية الحقيقة. سنوات الألفين آخر التسعينات الألفين أول الألفينات كانت مباريات الصغار شوية في العمر غير عادية من 2000 من سنوات 2000 كانت سنوات فيها ريفاليتي قوية ياسر بين الشبيبة القيروانية. نحييهم ونحيي كل جماهير الشبيبة اللي تبع فينا والاتحاد المونستيري. سمير وقتها كان كابيتان في الشبيبة كيف كيف اللي موجود على البنك مسؤول وليد بوسلامة كان موجود وقتها هو يلعب كيف كيف. وكانت التشكيلة اللي تعرفوها الناس الكل الأخوة كشريت في القروين سمير وذويبي ورضوان سليمان وعاطف موا وعاطف وسمير بودن من جهة أخرى اتحاد المونستيري كنت تذكر حبيب الواعر عمر بوزقر وسالم وليد الزريدة وليد الزريدة مهدي الزوالي في موسمين شكري بن يدر شكري سلاح كانت مباراة كبيرة. زياد جعفر وقتها مازال كيطلع صغير وقلقكم برشا 17 وقت عمل مباراة كبيرة ذكرها في الزيبر ما نعرفوش وقلق برشا شبيبة القيروانية وكانت ايبوك حلوة برشا كيف كيف تاع ريفاليتي بيرمون سبورتيف بين الشبيبة والاتحاد المونستيري. يلا لي ستارتير موجودين الان في على الباركي حمدي براع نناد رضوان عمر الموحلي ونزار كنيوه بالنسبه للاتحاد. فراس لحياني ويفا كالعاده في مركزي 4 و5. نجي الجزيري ايمن الترابلسي توزارير واحد منهم يطلع كوره الاكثر ايمن الترابلسي هما 2 بوست 2 تعرفوهم. اسكندر البحوري العائد بعد غياب عائد منذ اسبوعين تقريبا هو بعد غياب على المنافسات الرياضيه بحكم الاصابه يشغل مركز 3. مباراه حماسيه مشوقه تونسيون لهنا تونسيون سبورتيف باش ما نغلطوش تونسيون سبورتيف لكن فما تونسيون حتى كي نشوفوا في وجوه الملاعبيه نتاع الاتحاد المونستيري فما لا بريسيون. الملاعبيه تعرف انه تلعب مباراه اياب في قاعتها بصفه عامه في الدوار هذم وفي المباريات اللي اون سيري هكا سلسله ديما الفريق اللي يستقبل تكون عليه لي بريسيون اكثر كسوا مثلا ليتوال في سوسا ولا راتسفيرات في حلق الوقت. نذكروا اللي دومي فينال الاخرى لعب الخمسه تاع العشيه بين نجم حلق الوقت والنجم الراتسي مباراه بدوره وفات من الميتون الاول نهار الاثنين. ليستارتير ربيع نلاحظوا للنجم الساحلي معناها بدا بخماسي كلاسيك مع ثلاثه لاعبين تلقاهم وجود لاعبين دي جور دو شون بينما الاتحاد الرياضي المونستيري اكثر سمول بول اكثر فريق معناها توندونس باش يجري كوره رابيد ان جو دو ترانزيسيون اكثر. نجي الجزيري فك بلاصه نتاع تيتولار انديسكوتابل في المده الاخرى بعد مباراة جيدة لكن حتى مباراة المرحلة الثانية عمل لقاء كبير في المستير هنا حتى أيمن ترابلسي أيمن ترابلسي مباراة جيم وان كيف كيف 21 نقطة أفضل لاعب في المباراة. إيفاريست فراس داخل المنطقة وإسكندر البحوري قلنا مركز ثالث. النجم الساحلي يلعب ابن ناد يلعب طويل حمدي نناد رضوان وكما حكينا نهار الاثنين تقريبا مش بدل حاجة كبيرة في خمسة أيام بين ماهر خنفير وصفوان الفرجاني مدربي الفريقين يعني سكاوتينغ قاعد مفعول والناس تعرف بعضها تفرجت في بعضها
واضحة قوة الاتحاد المونستيري، تسديد ثلاثي ولعب داخلي، هذه قوة الاتحاد المونستيري خاصة في قاعته، التسديد الثلاثي واللعب الداخلي. نجم الساحلي فما نقاط قوة داخل المنطقة مع نيناد وبراع، وفما نقاط قوة تمثل في البوليفالونس تاع رضوان سليمان وعمر المحلي وخبرة نزار كنيوة، تقريبا هذوما المفاتيح في كل فريق. رضوان سليمان ربيع الطول نتاعو يقلق، ما ينجم يلعب الانتيريور، ينجم يلقى روحه في في ماتشات مع شو اسمه مع اسكندر، مع اسكندر القوري باش يلقى روحه في المباراة تاع اليوم. ايفاريست سونغانايت انتقلت المباراة بعد تقريبا خمس دقائق تأخير، بتأخير خمس دقائق ينطلق دربي الساحل هنا في قاعة المونستير. أيمن ترابلسي يلعب مع فراس لحياني، يخرج عليه حمدي براع، تمشي كرة ناجي الجزيري 10 ثواني في توقيت هجوم الاتحاد. فراس لحياني يلعب مع اسكندر البحوري أمامه السكة، رضوان سليمان ياخذ وقته يهز البوزيسيون للآخر، مازالت ثانية ثم خطأ هيكل قسنطيني على الصورة من أكثر الحكام اللي عنده اكسبيريونس تاع المباراة أو مباريات من نوع هذا. ويستنجدوا به ديما الجامعة التونسية لكرة مباراة مباراة عنده خبرة يعرف كيفاش يوصل بالمقابلة لبر الأمان. مباراة من نوع هذا، مباراة إياب نصف نهائي بطولة في ديربي، مباراة كبيرة. لجنة التحكيم الفيدرالية تستنجد بهيكل قسنطيني. عمر المحلي حاول يمر يلعب على اليمين والموجود حمدي براع، حمدي براع يلعب مع رضوان سليمان، توصل عمر المحلي من الكورنر يسدد بثلاث نقاط ما يسجلش. المتابعه مونستيريه، ايفا يعمل ربور، ايفا يعمل في لقاءات كبيره منذ ثلاث اربع اشهر تقريبا، يعمل في لقاءات كبيره ومن حسن حظ الاتحاد المونستيري لانه يعني فراس لحيني في بيريود صعيبه شويه على المستوى الذهني والفني، حد ما يشكك في نقاط قوه وفي قوه فراس لحيان، ويعرف شغل كبير هو في المتابعات وغيرهم على مستوى الدفاع، على مستوى الدفاعي. وايفا قاعد يعمل في شغل كبير تحت المنطقه، ذاك علاش ديما ماهر خنفير شوفوه يلعب ضد الاتحاد المونستيري ديما بثلاثه طويل، يطول في الخمسه نتاعو ماهر باش يتطلق لداخل والموجود ايفا فراس اللي هما لوبسيون نيميرو 1 في الاتاك بالنسبه لصفوان الفرجاني. لوبسيون نيميرو 1 في الاتاك هي ديما فراس لحياني وايفاريست شونغانيا، وكيما تتعداش الامور داخل المنطقه يحاول يديبلوكي بالتسديدات من ثلاثه نقاط مع ايمن ترابلسي، بشير حديدان او نيجي الجزيري خصوصا. ملاحظه، بشير حديدان يبدا على البنك في لقاء اليوم، يبدا على البنك بشير حديدان يلعب في بلاصته البحوري، في بلاصته اسكندر البحوري. ايفاريست الخطا والرميه الاولى، كيكتين مازلنا مرينا حتى نقطه، يظهر لي اكثر من كلوز جيم، هذا كلوز جيم تقريبا باربع بلوكيسات. لا ويعرفوا بعضهم زوج فرق ربيع يعرفوا بعضهم، وتوا بالفيزيوناج بسكاوتينج الناس كل تو تعرف لي ديتاي بتاع كل فريق، دونك كل كرة في الاتاك بدمها. نزار كنيوة يلعب مع رضوان سليمان، عمر المحلي يطلب كرة نيناد ما ياخذهاش، دور كرة مليح من اليسار لليمين، متحرر نزار كنيوة يسدد بثلاثة نقاط ما يسجلش، تمشي كرة للاتحاد المونستيري، يجي الجزيري يلعب مع اسكندر البحوري، يرجع بالكرة لفراس لحياني، ايمن ترابلسي يحاول بحث على ثلاثة نقاط، يخير انه يعمل الدرايف ثم يتوغل، يعمل الصعيب ويعجز على الساهل ايمن ترابلسي. كرة للنجم الساحلي عمر المحلي، نيناد يرجع مع ايفا، كان في الركلي ديفونسيف كان زلق طاح، ايفا رجع عليه، مازالوا ستة ثواني في الهجوم، دفاع جيد من الاتحاد المونستيري وخطا. انتونس المباراة تكتين ونص، لنا رمية حرة فقط. مباراة وكان يبيها مباراة هاندبول ولا كرة قدم، مازلنا ما ريناش، مازلت ما ديبلوكيتش السيتياسيون سواء في المستير ولا في النجم الساحلي. سكر المباراة، برشا تونسيون، برشا دفاع، برشا تركيز، وجوستومون ساعات الافراط في التركيز في الفريقين ينجم يعطي يعني في يعطي نتيجة عكسية. كما شفنا ربيع فما ميس ماتش بين رضوان واسكندر البحوري، ولاو يلوجوا لاعبين نجم الساحلي على لينيمون باش يلعبوا ان جو انتيريور على رضوان بور بروفوكي لي فوت اللي معناها فما اسوندون من ناحيه الطاي عليه.
إيفاريست شونغانيا يسدد قبل ثلاثة ثواني، ثلاثة دقائق وستة ثواني، 1-0 نتيجة، 1-0 فقط نتيجة المباراة، في مباراة دفاعية بالأساس. نزار كنيوة، رضوان سليمان يحاول يمر باسكندر البحوري، ثم تغطية في اللون دوزيام ريدو، إيفاو ينجح، ينجح رضوان سليمان، يمشي لان كونترا، يستغل طول قامته، يستغل خبرته، لياقته البدنية، ويمشي لان كونترا 2-1، 6 دقائق 28 ثانية، أيمن ترابلسي، ناجي الجزيري، ناجي الجزيري يلعب الداخل مع فراس الحريني مع عمر المحري، ثم ترجع الكرة لناجي الجزيري، يحاول يمر، يوصل كرة لإيفا، تمريرة خاطئة وامتلاك للنجم الساحلي. برشا وضعية دفاعية جيدة، برشا تسرع، برشا من الفريقين، برشا تورنوفر، برشا إضاعة كرات. 4 دقائق، 2-1، الفريقين ينجموا يعطيوا أكثر على المستوى الهجومي بحكم القيمة الفنية اللي موجودة في ال 12 تاع النجم الساحلي وال 12 تاع الاتحاد المونستيري. مقطوعة الكرة تمشي لفاست بريك، إيفاريست شونغانيا والدانك، كونتر أتاك، أول فاست بريك للاتحاد المونستيري. ستيل قطع كرة ديريكتومون، البحث عن الترانزيسيون أو البحث عن الفاست بريك تحديدا. إيفاريست لاعب ارتكاز بمواصفات جناح. نزار كنيوة كبلاي ميكر، كنيوة أمام ناجي الجزيري، تمشي كرة عمر المحلي، ثم السكة يلعب مع نزار أمام ترابلسي، يطلب الإكرون ياخذوا، يحروا حمدي براع، يطلب البيك أندرول، حمدي ما ياخذش كرة، 5 ثواني في توقيت الهجوم، حمدي براع فما ميز ماتش ما يستغلوش، يرجع بالكرة لنينات ليسدد من 3 نقاط وينجح. حكي سمير بودنا الاثنين أنه وقت ليرولي وقت الديكلوشاج وحده الملاعب هذا عنده بواني محترمة، كان سجل بنفس الطريقة في قاعة سوسة الأولمبية، الآن يعيد الكرة في قاعة المونستير وقت ليرولي البرة، فإنه خطير من 3 نقاط، نينات 5-3. هي خاصية ربيع في لي جوار دي بيد ليست، ثم اللي هما دي جوار اللي عندهم أدريس باهية كيلك سوا لي جروند تاي ولا بتي دي تاي، دونك هو كل ما يخرج في ريلي لي مناسون ينجم تو مومون يجيب الأخطار عن طريق الكراتيات. كل واحد يلعب في الكونتكست نتاعو، في لاعبي ارتكاز النجم والاتحاد، رينا نيناد جيد في التسديد من 3 سدد، رينا ايفا قبيله النقطه 5 من توغل درايف، 5 نقاط منهم 4 لايفاريست شونغانيا، مسؤوليه كبيره للكونغولي في كاندرول، ثم يخلط على الكره، كره لاسكندر البحوري، تعاود ترجع لايمن ترابلسي، يستثمر في قوة أيمن ترابلسي وإيفا، الاتحاد المونستيري وصفوان الفرجاني يلعب على الملاعبين اللي في فورما الفريق الأخرانية اللي هما إيفا وأيمن ترابلسي وهما اللي هازين سكور إلى حد الآن. أيمن ترابلسي وإيفا غنيهم كونفيونس ربيع، توا عندهم ثقة كبيرة في إمكانياتهم، دونك على هذاك ياخذوا المسؤولية في الهجوم. يحاول مرة أخرى نيناد، ثم من الكورنر رضوان سليمان ينجح في النجم الساحلي، موجود نيناد والسكة، وفي الاتحاد موجود أيمن ترابلسي وإيفاريست شونغانيا، ينجموا يكملوا 40 دقيقة بالريتم هذا ولا سا ديبون لي بوسيسيون على شكون باش توفى، سا ديبون لي روتاسيون. ثم اسكندر البحوري، قلنا العائد من إصابة ملاعبي موجود دائما في القائمة الموسعة، وأكيد بعد مدة باش يكون موجود في القائمة المصغرة للمنتخب التونسي إذا كمل يخدم على روحه اسكندر. ولاعب شاب ربيع ولفات اللي بدا به صفوان في الاستارتات اللي ياخذ مسؤوليه في فريق من هكا، عنده امكانيات كبيره لفات اللي قعد مره الموح لي نداوي على بنك البدلاء وبدا هو، دونك عنده امكانيات كبيره اللاعب هذا. ناجي الجزيري يحاول يتعدى بنزار كنيوه، ثم لانوان، فورمه كبيره لناجي الجزيري لايمن ترابلسي، نهايه موسم نموذجيه للبازاريير الاتحاد المونستيري على الصوره. ناجي الجزيري لاعب تقريبا منذ 5 سنوات في الاكابر، طلع صغير من مدرسه النخبه في المنتخبات، مر بالمنتخبات الوطنيه الكل، ناجي حسن في طريقه لعبه، كان جوست ان بوينتور، ناجي عنده طول قامه محترم بور ان بوست دو ان بون تيرور، لكن عنده موسمين
ولا يعرف يدرايفي ولا يمشي لان كونترا يمشي حتى يمشي حتى بالمنافس المباشر نتاعو ان كونترا. ريبرتوار تكنيك تحسن ولا ريش تلصق له بيعمل درايف تبي توخر عليه شويه سي تان بون تيرور اللي يقلق. هما مجبورين للتيرور انهم يحسنوا الدرايف لانه اذا يقعد في ريجستر واحد يصبح مكشوف يخرجوا عليه ما يلقاش حلول. يجي الجزيري من الثلاثه نقاط ان اند اوت 12 8 ترجع كره للنجم الساحلي نزار كنيوه الاول مباراه ولو انه على مستوى سكورينج 12 8 20 نقطه تقريبا في شوط او في فتره قليل بالنسبه للنجم والاتحاد لكن اون تيرم دانتونسيتي والتشويق اكوبي لسوف المباراه. ما نحكيكمش على جوي هنا في قاعه المستير رضوان سليمان يسدد ما ينجحش ثم تكتين على نهايه الكارتون الاول 12 8 كلوز جيم مباراه مسكره مباراه دفاعيه مباراه كريسبي نوعا ما في تحسها. يجي الجزيري حاول يمر ثم التدخل والخطا مارينا حتى تغيير تلت الفتره سواء في المستير ولا في النجم الساحلي. اول تغيير باش يقوم به الان ماهر خنفير باش يدخل مهدي سايح اكيد مكان نزار كنيوه مركز بمركز بالفعل يخرج نزار ويدخل مهدي اللي حكينا عليه في مناسبات كثيره انا وسمير بودن. المشكل تاع مهدي سايح انه اوبليجي يقسم وقته مع نزار كنيوه لانه نزار كنيوه ملاعبي رهيب في البوست هذاك ستانا تو بالنسبه للنجم الساحلي. المشكله انه ما ينجمش يلعب دو بوست ان مي خنفير مضطر انه يعمل الروتاسيون بين واحد منهم بين مهدي سايح ونزار كنيوه لانهم نزار كنيوه الفنيات والخبره مهدي سايح الفورمه والسرعه والرؤيه وقراءه اللعب خاصه في الهجوم هذاك علاش يحسبهم انت والوضعيات انت والدفاعات كيف كيف اذا حاجتك بملاعب يسدد ان بوست ان يسدد اذا يلعبوا لك زون يولي يدخل نزار كنيوه واذا تحب تجري تلقى موجود مهدي السايح حمدي براع مقطوعه من اسكندر البحوري يعمل في بدايه مباراه جيده حتى على المستوى الدفاعي اسكندر البحوري كان تحب الاتاك بلاسي لورغانيزاسيون يلعب كنيوه كان لو جو رابيد لو جو دو ترانزيسيون يلعب مهدي السايح هذا درايف من فراس الاحياني بطريقه فنيه عدي كره ورا ظهره على صوره حركات احمائيه لبشير حديدين يمكن مع الكارتون الثاني يفكر فيه صفوان الفرجاني بلوس 7 مع 7 نقاط للاتحاد المونستيري. مهدي السايح يخرج كره رضوان سليمان ثم عمر المحلي حاول يتعدى من ليني دوفون يرفع الكره يربح الفاول ياخذ الخطا عمر المحلي لاعب كيف كيف اكزومبلير كيف عمر المحلي لاعب شاب توا فريك كالفير المنافسين نتاعو عمر المحلي لانه وقت اللي يمشي معاها التسديد اللي كابابل باش يدور في 60% 70% وينجم يحط 7-8 تسديدات من 3 نقاط ويدرايفي مليح يلعب مع اصحابه يدافع مليح محلي ومش غريب انه سنوات طويله في المنتخب التونسي. اول دخول لمهدي السايح ومزوز تغييرات بالنسبه لماهر خنفير وصفوان الفرجاني مقارنه بلقاء نهار الاثنين. بشير حديدين بدا على البنك كيف كيف النجم الساحلي مهدي او هيثم سعاده كان ستارتير في لقاء نهار الاثنين يلقى روحه الان على البنك ثم يدخل تقريبا مش سيزيامون ان صحت العباره سيزيامون لانه صفوان عرف لازم يدور اللي في كيف نتاعو على كل فريق يخمم في مباريات كيما هكا كل منتخب او كل مدرب يفكر كيف كيف في الكارتون الرابع لانه جينيرالمون ليتوال والمستير قاعده تتلعب في الكارتون الرابع مبارياتهم والمدرب الذكي هو اللي يخلي سيرتين فريشور الملاعبيتو على مستوى اللياقه البدنيه باش يخليهم في لياقه جيده. يزلق رضوان سليمان في العمليه الاخيره ثم محاوله عكس الهجوم ما تسجلش الاتحاد المونستيري عاود عكس الهجوم للنجم الساحلي زلت 33 ثانيه هجوم للنجم وهجوم للاتحاد المونستيري يرجع ايفا قص كره مباراه كوبيل سوفل تقريبا ما ريناش الاتاك بلاسي على 3-4 دقائق كره تجري من هنا من هنا ومن هنا ورحنا وراها حقيقه ريتم فو نسق مجنون في لقاء اليوم. ايمن الترابلسي يخرج كره لبرا ثم تسديد بشير حديدين من 3 نقاط موجود عمر المحلي في الالتقاطات تمشي كره مهدي السايح 6 ثواني البلايند باس اللي رضوان سليمان ياخذ لان 1
يمشي لان كونترا مع بشير حديدان خطير رضوان في الجيم 1 والجيم 2. رضوان سليمان ما يخوش برشا البوسيسيون، لكن شاك فوا ينهي البوسيسيون فانه ينهيها يا بسله يا بخطا يا برميه، يعني خاصه في المباريات 1 و2 اللي ريناهم رضوان سليمان يلعب بوخو سكي، يقسم لي بوسيسيون مع اصحابه، يعرف وقتاش يعمل تمرير ويعرف وقتاش يمشي للان كونترا، يجير البدنيه، يجير لي فور، يجير لياقته البدنيه. 4 ثواني في توقيت الفتره، ثم تسديد من بعيد من اسكندر البحوري، وتنتهي اولى الفترات على نتيجه 17 الاتحاد المونستيري 13 النجم الساحلي، وسط اجواء جماهيريه مجنونه في حوار موجود على الباركي بين الاتوال والاتحاد المونستيري، وموجود على مع المستوى المدارج بين جماهير النجم الساحلي اللي حضرت بعدد محترمه، زاد هي جيشه فرمير تذاكر الكل خذتهم، وكيف كيف تذاكر الكل انتهت بالنسبه للاتحاد المونستيري. راكم تشوفوا الجماهير الغفيره في لقاء يحبس الانفاس، تحس ستريس انورم سمير. احنا قلنا البريسيون موجودة على الاتحاد المونستيري، لكن حسينا البريسيون كيف كيف موجودة على النجم على الاتحاد المونستيري، حسينا حتى النجم الساحلي وسيرتين كريسباسيون حتى على في طريقة اللعب والتمركز كيما الاتحاد المونستيري. زوج فرق كريسبي في اللي اكيد دي. اكيد كي تشوف انت لو بوتونسييل اومالي في الفرق الاثنين اتحاد المونستيري والنجم الساحلي اللي اثوا معناها المنتخب الوطني، كي تشوف الكوارتر الاول تلقى 17-13، تعرف اللي اللي اللي, اللي الرهان معناها كبير ياسر، وتعرف اللي الماتش قاعد في بداياته كبر شويه على الملاعبيه. تشوف من الاول لي دو زيكيب اوبتي لاتاك بلاسي لجو، لكن في اللعب المركز، اللعب المركز اكثر، لكن في الدقائق الاخرانيه شفنا توندونس ان جو رابيد ان جو دو ترانزيسيون، حتى وصلوا لعبوا تلمو حبوا يلعبوا رابيد ليتوال والمسير اللي طاحوا في شويه تسرع، برشا بريسبيتاسيون، فما برشا بريسبيتاسيون. مي مي انا نتوقع اللي من الكوارتر الاخر مش تحسن الكاليتي دو جو، مش تولي كل كوره ب 24 ثانيه 24 ثانيه تلعب سينا. نخرجوا من الكوارتر الاولى، رضوان سليمان عدى معنا الكوارتر الاول ممتاز كيف كيف، استحفظ عليه ماهر خنفير رضوان لانه عمل الكارتون الاول. بالنسبه للستارتير تاع الكارتون الثاني موجود مروكي محمد امين المغربي، وموجود الشاب المتميز صغير برشا في العمر 18 سنه حسام المهملي اللي يلقى روحه موجود كستارتير في المركز في مركز واحد، ينجم يلعب في مركز واحد الاثنين لاعب سريع. 17-13 تنطلق ثاني الفترات، كرة مونستيرية مقطوعة من مهدي السايح، يمشي للكونتر اتاك ويسجل، يعمل ستيل قطع كرة للشاب حسام المهملي اللي قلنا كان مع منتخب الصغر، حسام المهملي الصغر سمير وكان موجود مع المنتخب الصغر الاسبوع الفارط، لان يسترجعوا صفوان الفرجاني خاصة مع غياب بين انداو تيمن ترابلسي، خاصة مع غياب سيف العيساوي اللي عنده الاكسبيريونس، سيف العيساوي عنده السرعة، عنده ينجم يديبلوكي لك وضعيات بالتوغلات نتاعو الفورسي لكنها ناجعة، ما رجعش من إصابته كما ينبغي حتى تستاه في لقاء الذهاب صفوان الفرجاني، وفي ساعة كان خرج مقلقته الإصابة سيف العيساوي موجود على البنك، ويستنجد بحسام المهملي خاصة أنه الاتحاد المونستيري استغنى على كايل فينيز، كرة الاتحاد ايفا يحاول يتعدى بهيثم سعاده ينجح. هنا الماتشاب زاد باش يكون مهم بين هيثم سعاده وايفاريس شون غانيا اللي هما اثنين يعتبرهم في المدربين يعتبرون المدربين نتاعهم من نقاط قوه في السيري هذه، لانهم تقريبا من احسن الملاعبيه في المراكز نتاعهم في السيرين تاع نصف النهائي ايفا وهيثم سعاده. قلت ربيع الشيء اللي يعمل كيف كي تبدا تشوف لاعب من صنف الاصاغر يلعب في صنف الاكابر ويعمل ترنوفر وبنك كامل يقوم يصفق له لونترنور نتاعو يقوم يشجعه، سي تريز امبورتون بور لونكادرمون بالنسبه لي هو كلاعب. صحيح، وانت حتى وقتها كنت في شبيبه القيروان طلعوا برشا من الاصاغر في مروان وقتها طلع اصاغر مروان كجريد رضوان سليمان طلع اصاغر معاكم وقتها، ومهم جدا لونكادرمون هذاك باش يقعد يحس بالكونفونس. مش نحكي على المباراة هذه بصفة عامة، الملاعب الشاب يتأثر برشا حتى في النجم الساحلي فما شباب لكن مش قاعدين ياخذوا في فرصتهم،
بحكم انه مباريات هذه تتطلب الخبره. هذاك تلقى المروكي وعمر موحلي ونزار كنيوة وغيرهم. درايف مباراه ناجحه الى حد الان من هذا اللاعب صفوان الفرجاني، راهن عليه وكان في الاستارتير وكان في المستوى وقاعد يقدم في مقابله طيبه. اسكندر البحوري مهدي السايح، فنيات كبيره تبعوا معنا الماتش تاع مهدي السايح على المستوى الفني. مروكي يعرف اجواء القاعه هذه مليح، لعب برشا في المستير مروكي. او محمد امين المغربي، هيثم سعد ما يسجلش ياخذ الفاول. قلنا في الامباكت فيزيك هيثم سعد في الاطوال خذا ان اوتريلون، خذا بعد اخر ما كانش في الزهره، كانت بيورمون تكنيك. يلعب سدد مي ديستونس، يلعب اون رولي مع اصحابه، يمشي شويه روبو. ما عندناش مساحلي ولا ان جوار دامباكت قاعد يلعب في ماتشات كبار، فما ريفاليتي مع دي جوار كبار. تتعلم منهم حتى في حصص التدريب، تتعلم منهم من لاعبيه كيما حمدي برا ولا المحترف نناد ولا رضوان كي يبدا داخل المنطقه، او معز المستيري اللي نحيوه مش موجود مصاب، لاعب ارتكاز يمشي في بلاصته اليوم وسام بوعوينه. معز المستيري يدخل زياد التومي، اول دخول لزياد التومي. قعد ماير خنفير يعمل في برشا روتاسيون ستارتير بنك، قعد الملاعب اللي يحسوا يتعب شويه ديريكتومون يخرجوا، مش قاعد يفرسي على ملاعبيته، قاعد يدخل تقريبا في ملاعبيته الكل في مباراه اليوم. كيف كيف ها، حتى صفوان الفرجاني تقريبا قاعد دار في 8 9 كل مدرب يعرفوا، لانه باش تربح ديربي باش تربح ديربي بخمسه ملاعبيه، باش تربح ديربي كم 9 10 ملاعبيه. اكيد 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 بشير الريسيرس نتاع الافكتيف عندها قيمه بور جارديس الفريشور فيزيك. في لقاءات كبيره كيما هكا مهدي السايح مروكي يعمل رونفيرسمون، كره لزياد التومي حاول يتعدى من ليني دوفون، ثم خطا ضد فيراس اللحياني على صوره هيكل القسنطيني. اول دخول لايمن بوزيد لاعب الاتحاد المنستيري، لاعب سابق ملعب النابلي وابن النجم الساحلي ايمن بوزيد. ايمن بوزيد اللقاءات اللي عملهم في نابل لقاءات غير عاديه، عديت له مباريات في الملعب النابلي اكسبلوزيف بالنسبه للاعب ارتكاز، فانه عنده معناها اون اكسبلوزيفيتي اكسبسيونيل بالنسبه للبوست نتاعو في المستير. يمكن مع وجود ديفاو في راس باش يقل التوقيت الشانس نتاعهم يكونوا ضعاف باش يلعب اكثر على هذاك. ما ريناش ايمن بوزيد اللي ريناه في الملعب النابلي اللي تقريبا كان ستارتير انديسكوتابل. فراس الحياني ينجح يعمل عمليه بيفو كلاسيكيه، فراس دور على ساق البيفو يعمل سبين موف باليد اليمين. هذا اللاعب الفرجوي والانيق لاعب المنتخب فراس اللي اكسبلوزيف زاد تبارك الله عليه. هما ثلاثه راهو في نفس الريجستر، ايفا وفراس وايمن بوزيد تقريبا عندهم لو ميم ريجستر دو جو، البلوك شوت الكونتر اتاك لان كونتر دانك. ما هم شكل لي سنتر الكلاسيكيين اللي يلعب ظهره كلاسيكي، عندهم ان بون تايمينغ في لي كونتر، عندهم الى سور لو روبون كيلكو سوا اوفونسيف ولا ديفونسيف، واللو بلوز امبورتون ربيع يجريو يجريو في التريلر، في التريلر يجريو يجريو. نارينا الدانك تاع ايفا قبيله الاولاني في الكونتر اتاك كان ايفاريستيون غانيان، ولو بوزيسيون دو ستيل في الريجستر هذاك مع النجم الساحلي نجم تخرج لنا ثنائيات مزيانه، لانه النجم الساحلي ملاعبيه الارتكاز نتاعهم العكس بالضبط. سي دي سنتر كلاسيك، سي دي سنتر اللي يحبوا يلعبوا شويه دو باني شويه فاسو باني شويه رولي شويه تسديدات. حمدي براع يلعب ببدنه، هيثم سعده كيف كيف، ملاعبيه ماهمش اكسبلوزيف بالطريقه اللي موجودين في راكيت تاع الاتحاد المنستيري. ولو بوزيسيون دو ستيل بالنسبه للاعبيه الارتكاز تنجم تعطينا ثنائيات حلوه ياسر بين ايفا وفراس وايمن وبين ملاعبيه ارتكاز النجم الساحلي هيثم سعاده حمدي براع ونينات ديليتش اللي هما تقريبا في لو ميم روجيستر، لاعبيه طويل ورزان دي سنتر كلاسيكيين. وتوا ربيع في الباسكيت مودرن ما تعرف مي بلو لو بيفو كلاسيك اللي ان بيكي اللي يلعب دو بانيك، هاو تو يخرج في الريلي الى بلي باش يكون ان بون شوتر يشوت كيما نينات في الاطوال ويعمل بيك ويعمل فلير يطلب الكره على الاكستيريور دونك ويجري مليح باش يكون هو التريلر هو اللي ياخذ الكره الاخرانيه في ترانزيسيون ويمشي ماركي. دونك يظهر لي لي بيفو من تاع الفريقين يمشيوا في الريجستر، فما تقارب فما هيثم سعد مع ايمن بوزيد، ثم يتدخل ايمن بوزيد يطلب الفاول هيثم من هيكل قسنطيني تمشي كره الاتحاد المنستيري. فراس الاحياني يخرج معاه ماروكي يعمل بريسا دو نجم الساحلي على فراس الاحياني، يتحرر على اليمين بشير حديدان يسدد ما يسجلش، ما لقاش نشاته بشير من ثلاثه نقاط
كرة كانت سريعة من اليسار لليمين متحرر اون بلاك اون اوبن شات ما لقاش كيف كيف احصائيات ناجي الجزيري اليوم ما فما حتى فريق كسوال طوال الاتحاد المنستيري لقى نجاته من 3 نقاط مباراة قاعدة تتلعب على 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 بارتكاز على شوية توغلات على شوية هجمات معاكسة فقط ما فماش تسديدات من مسافات بعيدة في الأثناء هيثم سعدة يؤكد كل خير حكيناه عليه في مناسبة سابقة حصل في الريجيستر تاعو الكل هذا ريجيستر جديد لقيناه لعب فاسو باني من 5 أمتار تقريبا طلع باني مسرحة طلع مليح تي صحة كرة شبابة وهيثم سعدة كما قلنا قاعد يعمل في مباريات جيدة وبس تلعب برشا اليوم على فراس وإيفا وعلى هيثم سعدة وحمدي برع الأربعة هذم باش يشيخونا باسكيت كي يلعبوا داخل لأنه مباراة تبدو أنها تقعد تلعب الداخل برشا هنا اللي عنده بيفوات حاضرين اقل اخطاء فيزيك حضور بوكس اوت هو تقريبا اللي باش تكون عنده حظوظ كبيره باش ينتصر المشكل في ليتير دو لوان ربيع اللي هو ان بروبليم دو كونفيونس على خاطر كيف قاعد تشوف ماروكي ينجح ليتير تونتي كل اونوبل شات نشوتو يشوتو فيهم الملاعبيه دونك لا ريوسيت ماشي قاعد تبع سي ان بروبليم دو كونفيونس ولو انه لا هنا نجح ماروكي اون اوبن شات وحده سي ان بوانتور دو ميتي محمد امين المغربي اللي ما يعرفوش برشا لانه نعرفوه يلعب بده يمشي للدرايف وغيره لكنه وقت الوضعيه تاع 3 نقاط لاعب متميز ثم ايمن بوزيد ينجح وتشوف نجي الجزيري وقت اللي ما مشالوش الشوت ولا الى توندونس باش الدرايفي باش يمشي البانيه اكثر باش يسكوري اكثر خير جو فاري الشوت ما مشى حتى فريق اليوم باستثناء التسديده ثلاثيه واحده تقريبا رينيها يمكن نيناد واحدة للمروكي محمد امين المغربي اون كونفيونس مرة هذه ما يسجلش ثم المتابعة عند نجي الجزيري 4 دقائق ونص على نهاية الشوط الأول أيمن الترابلسي تومبوريزي الاتحاد يحاول يمشي ل 24 سكوند نجي الجزيري يطلب الدعم يلعب مع أيمن الترابلسي يبحث على أيمن بوزيد ما يلقاش تمشي من اليسار لليمين متحرر فراس الحياني يسدد ب3 نقاط يعمل إيربول فراس الحياني يقولوا ما تسددش صفوان الفرجاني يحكي مع فراس فراس يطلب السماح من المدرب نتاعو يقول له مش من مهامك انك تسدد بال3 نقاط خاصه في وجود ايمن الترابلسي وبشير حديدين ونجي الجزيري اللي هما في المستير لوبسيون نيميرو 1 في تسديد بال3 نقاط وخاصه انه فراس الحيني مسدد بال3 نقاط متوسط صحيح لا غير طوالي فما دي جوار بوانتور دي جوار تيرور دي فري تيرور إلي لا بور اسوري لو روبون اوفونسيف و بور اسوري لا دوزيام بال دونك إلا ريزون صفوان وقت اللي تغش شوية عليه على خاطر إذا الخمسة الملاعبين يوليو دي جوار اكستيريور شكون كيف اسوري باش يعمل الالتقاط 4 دقائق على نهاية الشوط الأول مباراة مسكرة نجي الجزيري أيمن ترابلسي يعمل ليكرون يحرر وبشير حديدان ثم يلعب الداخل وين موجود ايمن بوزيد ايمن بوزيد يحاول ما يسجلش يخطر نجم الساحلي طلع كره مهدي الساح يحاول يعمل الكونتر اتاك يلعب مع زياد اللتومي ثم خطا ضد فراس لحين خطا معلن من عادل الشيبي على فراس لحين يستعد لدخول اسكندر البحوري يخرج رضوان سليمان يدخل حمدي براع يخرج بشير حديدين في الاتحاد المونستيري يدخل اسكندر البحوري مركز بمركز كما قلنا ما عادش يلعب برشا ايفا وفراس مع بعضهم صفوان الفرجاني عكس ما عملوا مباراه الكاس ضد النجم الراتسي ديما قليلا ايفا وفراس تو قاعدين يلعبوا مع بعضهم ديما موجودين يا اون سمول بول واحد منهم معاه بشير يا يخرج بشير ويدخل ايمن بوزيد مع فراس او ايفا باش ديما يخلي ملاعب فري على البنك دو كاليتي نحكي بالنسبه للاعبي الارتكاز هذا بالنسبه للاتحاد المنستيري النجم الساحلي قاعد كيف كيف يجري مليح ماهر خنفير في المباراه 27-23 تغييرات مركز بمركز كره لايمن بوزيد مع البزر وضعيه دفاعيه ناجحه للنجم الساحلي وضعيه اول تقريبا وضعيه دفاعيه طافت كاتسوغون ناجحه لفريق النجم الساحلي في لقاء اليوم الدفاع 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 جيد لكن زاد فراس الحياني خذا شويه وقت دو باني باش اوموا يتاكي لو بلي فيت بوسيبل مروكي يبحث على حمدي ما يلقاش موجود هيثم سعد يخرج عليه ايمن بوزيد تمشي لمهدي السايح زالوا 8 ثواني في توقيت هجوم النجم الساحلي يلعب الداخل النجم الساحلي مع هيثم سعد بريزادو على هيثم سعد 3 ثواني ثانيتين سكيه تميره حمدي براعي يعمل الفات وخطا على ايمن بوزيد سكيا التميره مع بزور الثانيه الاخيره تاع 24 سكوند
وتمريره نتاع فيها برشا رؤيه. عمل فيك تقريبا قص الخمسه ملاعبين نتاع الاتحاد المنستيري بالباس الاخيره اللي كلفت الاتحاد خطا. يخرج ايمن بوزيد يرجع يلعب في راس الاحياني وفاريس تشونكانيا صفوان الفرجاني قبل ثلاث دقائق من نهايه شوط مباراه اياب نصف نهائي البطوله. نجم الساحلي ينتصر يمر لنهائي البطوله 2-0. الاتحاد المنستيري ينتصر والنتيجه 1-1 ويقع الاتجاه للقاء ثالث وفاصل ورهيب نهار الاربعاء في قاعه سوسه. تايم اوت يطلبوا صفوان الفرجاني 28-24. واضح انها مباراه مسكره، واضح انها مباراه دفاعيه سمير باس مونتير. هذه هي لونجو تو جو وقت اللي هي يكون كبير ياسر، رغم انه قاعدين نعلقوا على زوج فرق يمشي عادي 80 85 نقطة كل مباراة، فإنهم الكونفرونتاسيون تاعهم في نصف النهائي قاعدة تدور في ال 60 نقطة تقريبا، لأنه ملاعبي أول حاجة الدفاع الطاغي، ثاني حاجة البريز دو ديسيزيون وسبونتانيتي وجو لا بروميير انتونسيون، اللعب من الوهلة الأولى، يعني اللي تلعب الوهله الاولى ما تخافش تاخذ الكره الاولى تسدد ما تخسرش برشا، هذاك هو الجو بروميير انتونسيون ماهوش موجود لا في النجم الساحلي الاتحاد المنستيري. وقت اللي يغيب الجو بروميير انتونسيون هذاك معناها الملاعب يخاف ويحسب في الاتاك، يقول لك نمشي ل 24 ثانيه نطبق السيستم اللي متفاهمين فيه، نلعب على الملاعبيه اللي في فورما نحاول نوصل الكره الداخل، اذا راهو فيه في المسير وفي الادوار. وقت اللي تكون كل اتاك ب 24 ثانيه وكل اتاك ملاعبيه ما تاخذش برشا انيسياتيف ما تنجم تشوف كان سكور طايح. صحيح سورتو لونجو توا ربيع لونجو كبير، لونجو بلاصه في فينال بطولة تونس نهائي بطولة تونس، دونك لونجو كبير، لا بريسيون كبيرة، لا بريسيون تقتل شوية لا كرياتيفيتي، تعرف بالضبط دي جوار كرياتيف، فما دي جوار فما بوتونسيال كبير في تكنيكمون وفيزيكمون في لي دوز ايكيب، مي وقت اللي فما برشا ضغط الواحد يولي ما عادش يخاطر برشا. فوالا فوالا اسكندر البحوري امام ماروكي تمشي كره ناجي الجزيري يسدد بثلاثه نقاط ينجح من المرات الثقلين اللي كاتش اند شوت لناجي الجزيري في وضعيه اخرى كانت على سيستم دو جو على يطلب ليكرون ياخذ ويسدد المره هذه كاتش اند شوت تحكي على الجو بروميير انتونسيون هذا اللي صار مع ناجي الجزيري كاتش اند شوت ياخذ كره ويسدد مباشره وينجح يعطي بلوس 6 للاتحاد 30-24 وراها تورن اوفر ضد النجم الساحلي يخسر كرة النجم ترجع للاتحاد تمريرة ورائية لإيفا إيناندا وتاخذ الفاول. الاتحاد المنستيري قاعد يتعب في النجم الساحلي في الديفيرسيتي في اللعب لأنه شفتوا الأتاك اللي قبلها مشى للتسديد الثلاثي الأتاك هذه فيكساسيون باس للبيفو قاعد ينوع الاتحاد المنستيري في الريجستر دو جو بتاعه. النجم الساحلي سدد مره من الثلاثه مع مروكي ومره مع نيناد، البقيه يا هجومات معاكسه يا محاوله البحث عن الراكات الداخل وجلب الاخطاء. هي تقريبا ملخص الفني والتكتيكي لشوط اول مسكر ودفاعي. ثاني تورن اوفر على التوالي للنجم الساحلي، غريبه امور النجم الساحلي في الرولونس في الترانزيسيون للهجوم. اسكندر البحوري يلعب مع فراس الاحياني، حاول يدخل داخل فراس الاحياني يسدد ما يسجلش، تبع كره هيثم سعده يحاول يعكس الهجوم النجم الساحلي، فما 2-2 مهدي السايح، ثم البلاك شوت ان وان يحسبها هيكل سونتيني ككره نازله. على قد ما يكون لوجو فاريي ربيع على قد ما تعب دفاع المنافس، على قد ما الدفاع من تضعف الحلول الدفاعيه، دونك مره ان جو بلاسي، مره ان جو انتيريور، مره دي تير دو لوا، مره ان جو دو ترانزيسيون، ان جو رابيد، يكون اللاعب منوع. دقيقة 45 ثانية خطأ ضد زياد التومي 30-26. مباراة سخونة، مباراة قوية سكرة دفاعية، مباراة التعريف والتفسير ميم تاع مباراة أعصاب. إيفا يركب خطأ لهيثم سعد، علاش قلت يركب خطأ ما قلتش هيثم سعد عمل الخطا اليوم تفرق يركب الخطا لانه واضح انه الطريقه اللي يلعب بها الى شيرشي بروفوكي الفوت. ايفا مع هيثم سعد كيعمل الرولونس كيعمل الفانت عفوا المراوغه يفشل في الرميه الاولى ايفاريست شونغانيا كونغولي الاتحاد بالنسبه لرصيد الاخطاء
فما زوج ملاعبيه عندها خطأين في الاتحاد اللي هما بشير حديدين وفراس الحياني، ضايع على الثانيه ثم المتابعه من هيثم سعده بالنسبه للنجم الساحلي. هيثم سعده فقط عنده خطأين، خطأ اخر مر هذه للنجم الساحلي. نناد على الصوره يستعد للرجوع، نناد ديليتش مكان هيثم سعده مركز بمركز. عنده الزخطاء خير المدرب بشيرته باش يلقاها في اخر مقام. دقيقه 36 ثانيه، مهدي السايح الان يلعب مهدي السايح ونزار كنيوه مع بعضهم، ماهر خنفير تيح اون بوست 3 زياد التومي اون بوست 2 نزار كنيوه كمركز اثنين، ينجم يعطيه حلول في التسديد بالثلاثة نقاط المركز اثنين. تعرفوا مراكز اثنين ثلاثة تقريبا يخليهم للي شوتور من بعيد، مركز ثلاثة للملاعبية البوليفالون اللي يلعب في دو تروا روجيستر يلعب في مركز ثلاثة، المركز الثاني جينيرالمون للي بون شوتور يقعد، المركز الأول البوست 1 هو للملاعب اللي عنده الرؤية اللي مش مطالب أنه يعمل سكورينج عالي لكنه مطالب أنه يطبق السيستم اللي دربوا عليه وسط الأسبوع. اسكندر البخور يعمل سكوين موف، سدد كرة ثم دور كرة وتتسجل، دور كرة وتتسجل، يعمل في لقاء محترم. شوف الكرة نتاعو الأفور كبير قاعد يعطي فيه إضافة كبيرة اتحاد هذا المنافسيني الحين. مهدي السايح يطلب من نزار كنيوه انه يقص، يمكن يصير ايكرون لتحضير نزار كنيوه، لا الكره دور مليح في النجم الساحلي، تعاود ترجع على اليمين وين موجود نزار كنيوه. مهدي السايح خمسه ثواني في الهجوم يفكسي ويسدد وينجح، ممتاز مهدي السايح وممتاز العمليه ككل لاعبيه ماهر خنفير، لانه واضح انه سيستم دو جو، كره عملت لعبت الداخل خرجت لبرا مشات لليمين مشات لليسار حتى صار ديكالاج 32 29 مع ثلاثه للاتحاد المونستيري. مباراه مشوقه ومتقاربه في النتيجة وفي المستوى، ترنوفر مرة هذه ضد الاتحاد المونستيري مارشي من نيفا، برشا ترنوفر في لقاء اليوم من الموفيس باس من لي مارشي من لي سورتي بال، مع انها دفاعية مع الرهان نفهم انه انتونس مشوقة فرجوية، فرجوية على مستوى سكورينج لا على مستوى الحضور الجماهيري وريفاليتي، جماهير الاتحاد من هنا جماهير النجم الساحلي من هنا، فانها مباراة حلوة مستوى الرهان لكن على مستوى سكورينج ناقصه المباراه مسكره برشا برشا لعب داخلي برشا رميات حره برشا اخطاء اكثر على حساب الجو سبونتاني. 32 29 25 ثانيه يعني تقريبا امتلاك للنجم الساحلي وامتلاك للاتحاد المونستيري. نزار كنيوه يعمل ليكرون نينات بريزا دو على نزار كنيوه من اسكندر الحوري وبشير حديدان، ثم بريزا دو وحده اخرى على زياد التومي، ناجح الضغط الاتحاد المونستيري وخطا اللي فايت الاتحاد، الاتحاد المونستيري شاك فوا تلقى الكره لبرا فما ديما بريزا دو، هذه تعب على مستوى الدفاعي الملعبيه نتاع الاتحاد المونستيري، كان شاك فوا فما ديريكتومون بريسينغ بريزا دو اللي قطع الكرات والذهاب للهجمات المعاكسه. اللي لاحظنا هي اوبسيون ديفونسيف ربيع في كل بيك لو بيفو والجوار اللي دافع على جوار دو شون نتاعو يهبطوا ان دبل تيم بريزا دو على الملاعب اللي عنده الكره. دونك سي ان شوا ديفونسيف باين للممرن عطيه، ما تعرف في بيك اند رول فما انواع كثيره نتاع دفاع وجينيرالمون في الثواني الاخيره نتاع الاشواط تتعمل العمليه. لطبيعه الخطا رميتين وبوسيسيون للاتحاد المونستيري، ثم يطلب سيتياسيون سبيسيال صفوان الفرجاني، تايم اوت. تعرفوا في التايم اوت اثنين في كل شوط وثلاثة في الشوط الثاني، وما عندكش الحق تاخذ أكثر من اثنين تايم اوت في الدقيقتين الأخرانيين، وتايم اوت واحد في لي برولونغاسيون لكل فريق. جينيرالمون يخليه الأوقات المستقطعة المدربين للأوقات نتاع الوضعيات الخاصة ولي سيتياسيون سبيسيال كيما هكا. ساعات دي سيتياسيون سبيسيال كما قلنا محضرين ربيع، ساعات دي سيتياسيون يجيبوا لك مباراة اللي في وقتها معناها كي يبداو عندك دي جوار معناها سور لو بلون تكتيك ماتور تحط سيتياسيون سبيسيال في الوقت ويلابليك على ليتر اللي طلبت منه انت منهم انت كمدرب وينجموا على كرة تربح مباراة. مهمة جدا هي الأوقات المستقطعة في كرة السلة جينيرالمون، مهمة جدا لأنه المدربين الاثنين في كل مباراة كرة سلة وكانهم يلعبوا على انيشيكي كانهم يلعبوا على رقعة تاع شطرنج، لعبية معناها كان طبق لكن لافور تاع المدرب
عكس بتاتر كرة القدم وغيرها لابورت تاع المدرب في الباسكيت كبير ياسر. يجي الجزيري ينجح سيتواسيون سبيسيال عرفنا على شكون توفى خدمها صفوان الفرجاني يخدم على ناجي الجزيري ثم يسدد نزار كنيوة ثم المتابعة ما يسجلش زيادة التونسي 36-29 هي نتيجة الشوط الأول من ديربي ناري وحماسي ومشوق بين الإتوال والاتحاد المنستيري شوط انتونس جماهير الفريقين حاضرة الرهان حاضر الفرجة التشويق والتقارب في النتيجة وهذا كفيل وحده أنه خلينا نتأكدوا اللي إن شاء الله بعد 10 دقائق سترجعوا معنا على الوطنية 2 باش يتابعوا الشوط الثاني من ديربي ساحل الجيم تونس في نهائي البطولة. مرحبا بكم مرحبا بكم من جديد إلى الشوط الثاني من مباراة الديربي الحماسي ديربي يحبس الأنفاس اليوم في المستير بين النجم الساحلي ضيف قاعة المنستير وبين الاتحاد المنستيري مباراة إياب نصف نهائي البطولة مباراة الأولى صارت نهار الاثنين انتصر فيها النجم الساحلي ثم المباراة الثانية تنتهي في شوطها الأول 36-29 مع 7 للاتحاد المنستيري مباراة مسكرة مباراة مشوقة مباراة انتونس النجم الساحلي من أجل الانتصار والمرور للنهائي الاتحاد المنستيري من أجل الفوز والعب لقاء ثالث وفصل الأربعة في سوسة من أجل تحديد اسم المترشح للدور النهائي للبطولة الوطنية لكرة السلة الدور نصف النهائي الثاني يجمع نجم حلق الواد بالنجم الراتسي لقاء ينطلق بعد لحظات في شوطه الثاني 7 نقاط 36-29 جماهير غفيرة من النجم الساحلي ومن الاتحاد المنستيري أجواء سخونة شوية حتى بين الجماهير مع بداية هذه الفترة الثالثة التي تنطلق بعد دقيقة من الآن مباراة بشبابيك مغلقة مباراة قوية مباراة سخونة مباراة انتونس من أجل كما قلنا بلاصة في النهائي التونسي نهائي بطولة 2017-2018 بين جماهير النجم الساحلي وجماهير الاتحاد المنستيري حوارات الشعارات قبل حوارات الملاعبية في فترة ثالثة تنطلق بعد لحظات 36-29 سمير بودن مرحبا بك مرحبا بك ربيع مرحبا بالسادة المشاهدين تقييمك العام للشوط الأول والله سكير مركب لساعة في الشوط الأول نحكي تدبور بالنسبة للفريق المحلي اتحاد النادي المنستيري اللي هم اللاعبين الشبان هم اللي عملوا الفارق على غرار ناجي الجزيري اللي عمل شوط أول ممتاز وكذلك اسكندر البحوري زوج فرق معناها كانوا فيديل للديفونس بداية كانت متعثرة بالنسبة لزوج فرق تونسيون كبيرة بريسيون كبيرة على زوج فرق خاصة على الاتحاد الرياضي المنستيري اللي هو بالنسبة لي مقابل كاس تشوف انت اللي سكور قعد معناها كلوز جيم حتى لاخر نهاية الشوط الاول بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي بداية متعثرة من الاول وبعد بدا يلقى في الريبير نتاعه وسير اتاك بلاسي وعكس الاتحاد الرياضي المنستيري اللي يلاو بطيب ورانجي رابيد انجي دو ترانزيسيون يجري وقت اللي يعمل سبول مول يقصر في الفريق قاعد فما هجمات معناها معاكسه وهجمات معناها انجي رابيد اورينتي اكثر للترانزيسيون وقاعد عطاه لي فروي نتاعو داير خذا سكور 7 بوان بالريجستر هذا 7 نقاط ننتظر واياكم انطلاق الفتره الثالثه من مباراة إياب دور نصف النهائي للبطولة في قاعة المنستير الذهاب في سوسة لإياب في المنستير والمباراة الثالثة إن وجدت مباراة ثالثة فإنها تتلعب نهار الأربعاء في سوسة مختار معلال مراقب اللقاء في حديث مع هيكل قسنطيني بعض المشاجرات بين جماهير الفريقين هما بعاد سيباري بالبداية على بعضهم قلنا مباراة سخونة مباراة فيها شد عصبي ملحوظ والحقيقة ما بتعرف ربيع هو لو الجمهور من كلا الفريقين هو البيس هو الفاح اللي يعطي نكهة الحقيقة المقابلة بشرط ما يخرجش على نطاق الروح الرياضية الرياضي ان شاء الله المباراة بتخرج على اطارها الرياضي والله الاحترام سيد الموقف
لاعبين في بعضهم مسؤولين في بعضهم جماهير في بعضهم. قلنا 18 20 كيلومتر بين الفريقين، ولو انه ديربي تاريخيا ديربي ديما حماسي بين الاتحاد والنجم. وتشوف انت الاجواء بين اللاعبين اجواء ممتازه، لا لا رياضيه عاليه، حتى مشكله. 36 29، هاي كان القسنطيني يطلب الهدوء، يطلب الناس كلها تشد بلايصها، المسؤولين الكل تشد بلايصها، الجماهير الكل تشد بلايصها، لتنطلق الفتره الثالثه من هذه المباراه كما قلنا الحاسمه اياب النصف نهائي البطوله. المباراه 2، نجم الساحلي يسعى للانتصار والذهاب، يربح سيري 2-0، والاتحاد المنستيري لتعديل السلسله 1-1، واللعب لقاء ثالث. تنطلق المباراه في فترتها الثالثه، نيجي الجزيري في راس الاحياني، نيجي الجزيري ايمن الترابلسي يلعب مع اسكندر البخوري امام رضوان سليمان، تمشي الكره اللي في راس الاحياني امام نيناد، حاول يتعدى في راس بنيناد، تمشي الكره نيجي الجزيري، مازالوا 3 ثواني، ثانيتين في الهجوم، يسدد متابعه النجم الساحلي هيثم سعاده، عمر الموحلي لين، عمر الموحلي تمشي لنيناد، ثم مهدي السايح لعب التنسيق، حاول يمر من اليسار، خرج كره لهيثم سعده، يسدد هيثم يعمل البرار وليه ما سجلش، موجود ايفاريست شونغانيا في المتابعه الدفاعيه، ياخذ التقاء تيفا، كره للنادي الجزيري ايمن ترابلسي امام عمر الموحلي، تومبوريزي ياخذ وقته الاتحاد، تيفا نجي الجزيري يعمل الكراو، يطلب كره داخل ايفا، ياخذها بيك اندرول كلاسيكي وما تسجلش كره ايفا، كانت عمليه بيك اندرول بين نجي الجزيري وايفاريست شونغانيا، طلع كره مهدي السايح، 7 نقاط، دقيقه وعشر ثواني منذ بدايه الفتره الثالثه، والنتيجه ما تبددش، 7 نقاط الاتحاد المنستيري 36 29. نيناد يلعب مع رضوان سليمان، يعمل الكراو، ثم ترجع الكره نيناد، يسدد دون بيك اند بوب ما يسجلش، المتابعه ياخذ ربون اوفونسيف هيثم سعده وما يسجلش، عمل صعيب هيثم غير ربون اوفونسيف للالتقاط الهجومي، لكن ضيع الان كونتر زيرو على غرار الشوط الاول، الشوط الثاني مسكر. ديما البدايات نتاع كل كوارتر تلقى يلقاو سبع عوبات في الفرق، لكن مع تقدم معناها في الـ في, الـ في الوقت تحسن الاداء نوعا ما. ايفا مع هيثم سعده مع رضوان سليمان ينجح، يلعب الان كونترا، قاعد يخطف الدوسو ايفا على هيثم سعده في الان كونترا في الهجوم، 38 29، مهدي السايح، رضوان سليمان، هيثم سعده وصل كره لنيناد، ثم اصرار من النجم الساحلي على اللعب الداخلي، ثالث بوسيسيون توفى على اللعب الداخلي ما سجلهاش النجم الساحلي، ايمن ترابلسي في راس الاحياني، نجي الجزيري يبحث عن تسديد من بعيد، يخرج عليه رضوان سليمان، يحير يمشي للدرايف، يرجع الدفاع بسرعه على نجي الجزيري، استحضر كورته نجي الجزيري قبل 9 ثواني من نهايه توقيت الهجوم، وصل كره ليفا، ليفا مع هيثم سعده ياخذ الفاول، قلنا ياخذ في الدوسو ايفا على هيثم، يركب له الثالثه، ثالث اخطاء هيثم سعده، اكيد باش يخرجوا ماهر خنفير. سور لو بلون فيزيك اللي بلو بويسون ك ك ك ك هيثم سعاده ايفاريس خطر كل جسديه كبيره. يخرج هيثم الان، يخرج هيثم سعده ويدخل حمدي براع، حمدي براع ايفاريس شونغانيا، الرميه الحره الثانيه ناجحه، أول مرة الفارق 11 نقطة في المقابلة، أعلى فارق في المباراة 36 29، كانت تعدينا 10 نقاط، 4-0 مع بداية الفترة الثالثة للاتحاد المنستيري، مع 11 كرة للنجم مهدي السايح، وصل كرة لنيناد الداخل، ثم المتابعة من إيفا، الامتلاك الرابع على التوالي يوفى داخل المنطقة، والامتلاك الرابع على التوالي اللي يضيعوا النجم الساحلي من اللعب الداخلي، ناجي الجزيري يعمل الصعيب كما قبيلة مهدي السايح، ها صعيب الدرايف يخرج وحده ويضيع كونتر زيرو كما قبيله رينا، قلت مهدي السايح، هيثم سعاده قبيله لين ناجي الجزيري، هذوما سيدي سيني اللي فما برشا خوف، فما برشا تركيز، فما برشا التركيز اللي يولي سلبي في بعض الاحيان، وقت اللي ترى هيثم سعاده كونتر زيرو ولا ناجي الجزيري في كونتر زيرو يضيعوا ماليكسيم تاع التركيز، خلي ساعات يضيعوا شويه الباسكيت نتاعهم الساهل، ينجح نجي الجزيري ويعوض لا كونتر زيرو ويعمل بلوس 14،
يعمل بلوس 7 7-0 ان ران نتاع 7-0 فريق الاتحاد المنستيري وياخذ الفارق 14 نقطة. هذاك علاش ماهر خنفير في وقت مستقطع باش يعدل اوتار للفريق، خاطر كي تشوف انت لاعب كيف ناجي الجزيري اكثر ملاعبي معناها موناسون في ليكيب دو 3 بوان ويلقى روحه في اوبن شات او 2 3 سكوند ما 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 باش يخلص له معناها اول مدافع ليه نقطة استفهام. دونك يلزم تعديل الدفاع، يلزم بالنسبة للنجم الساحلي يقرا مليح اكثر لاعب الاتحاد المنستيري. وبالنسبة للاتحاد المنستيري يعمل في بداية فترة ثالثة متميزة 7-0 بعد 3 دقائق و15 ثانية، ما قبلش حتى نقطة 14 نقطة فارق معناها عاد حتى نقطة وخذ 14 نقطة بعد ما كمل الشوط 7 نقاط لان عنده بلوس 14. لك علاش ماهر خنفير طلب التايم اوت خاصة على مستوى مش الدفاعي اللي امور مش الهجومي اللي امور مش ماشية في النجم الساحلي، مش دفاعي وانما الهجومي لانه كات بوسيسيون توصل الكرة لاعب الارتكاز ولاعب الارتكاز ما يضيعها كسوا نناد او حمدي او هيثم سعدة. وكيف ما قلنا ربيع الناجي الجزيري واسكندر البحوري قاعدين ياكدوا معناها في الاداء الممتاز اللي قاعدين يقدموا فيه منذ معناها بدايه المباراه. عمل بكري اسكندر البحوري دو ستيل وفما زاد الناجي الجزيري كل مره معناها يلقى روحه في اوبن شات قاعد يسكور. هم لي تورن اوفر اللي قاعد يضيع فيهم يعمل فيهم النجم الساحلي تلت المباراه، عمل برشا تورن اوفر النجم الساحلي لان يعني خطا للناجي الجزيري قاعد يتحمل في مسؤوليته ناجي قاعد يعمل في مباراة شخصية كبيرة برغم صغر سنه الحقيقة شخصية كبيرة. كونترا مع مهدي السايح، مهدي ونيجي من مستقبل كرة السلة في تونس. ومباريات اللي كيما هكا تفرجي الكاركتير سواء تاع مهدي السايح أو نيجي الجزيري، مباريات كيما هكا تفرجي الكاركتير للملاعبي. ويل غاني أون كونفيونس. 44-29 ينجح، مباراة كبيرة لنيجي الجزيري اليوم. يدخل نزار مكان مهدي السايح. فما دفاع ضغط زون بريس على ملعب كامل ربيع، هذاك علاش قاعد فما قاعدين يلقاو النجم الساحلي في ديفيكولتي في تخريج الكره. دو دو ا لا ديفونس هذه ضغط افيك دي تراب، ضغط عالي من الاتحاد المونستيري. حمدي براع وكيف يرجعوا على شطر الملعب نتاعهم الثاني يلعبوا ديفونس دو زون قاعد تشوف على خاطر ما تنجمش من دفاع ضغط ترجع اون اوم صعيب باش تلقى لي روبير نتاعك، مي بعد دفاع ضغط ملعب كامل ترجع للدوزيام موتي ديفونس دو زون دو تروا. يتواصل الاخفاق الهجومي للنجم الساحلي مع بدايه الفتره الثالثه، في المقابل قاعد يكونفيرتي في السلات اللي وراهم تضيع كره من النجم الساحلي قاعد يكونفيرتي فيهم السلات الاتحاد المونستيري. 45-29 مع 16 اعلى فارق في المباراه، 16 نقطه للاتحاد المونستيري وفتره ثالثه يمكن مع بدايتها وانتصافها اقوى فتره للاتحاد المونستيري في المباراه دفاعيا وهجوميا، وهو اللي مقلي النجم الساحلي في 29 نقطة ومقبل حتى نقطة كامل الفترة الثالثة. حمدي براع نزار كنيوة يعمل الكرون لناد يطلب الكرة لداخل ما يخلاش يمشي لحمدي براع تعاود تمشي لناد مع هيفا لناد ديفا بوستاب بالظهر شو يعمل لناد يوصل الكرة ل رضوان سليمان مقطوعة من اسكندر البحوري يعمل الفاست بريك وينجح في أكثر من مناسبة لاتحاد مونستيري عمل ستيل وشال الكونتر اتاك في المقابل نقطة استفهام في هجوم النجم الساحلي تقريبا خمسة دقائق قبل فيهم 11 نقطة وما سجل حتى نقطة. رضوان سليمان مع هيفا بيريود دو كراس للاتحاد المونستيري هذه الفترة الثالثة هنا انداوت ثم حاولت عكس الهجوم 2-1 ايفا ثم الخطأ لصالح ايفاريست شون غانيا. شوف ربيع شكون هذا المقابل للاتحاد المونستيري تحدثنا عليهم ونعاود نتحدث عليهم كور لي موتيفي باش الواحد يشجعها من الحقيقه كي تشوف اسكندر البحوري وناجي الجزيري دي جون جوار اللي هما قاعدين يهزوا في الماتش من ناحيه الاتحاد الرياضي المنستيري. النجم الساحلي في المقابل ربيع مش قاعد يلقي برشا حلول على تاك بلاسي على تاك بلاسي مش قاعد يلقى في حلول النجم الساحلي ومش قاعد يجري سير كونتر اتاك ولا سير جو رابيد ولا هو الكونتر اتاك تبدا من قطع كرات اذا ما تقطعش كرات في الدفاع ما تنجمش تمشي كونتر اتاك. هذاك اللي نجح فيه ميسي يعمل في قطع الكرات يعمل في ليزانترسبسيون ويجري مع ايفا مع ناجي الجزيري مع اسكندر البحوري. 48-29 الفارق اصبح عالي في فتره ثالثه ناجعه بالاساس للاتحاد المونستيري 13-0 ربيع 13-0 زون بريس وقتاش يعملوها سويت بعد لونسي فرون ديما يحطوا زون بريس تيران كامل الاتحاد الرياضي المونستيري ويرجعوا كما قلنا زون دو تروا في الدوزيام موتي تيران.
20 نقطة كاملة للاتحاد المونستيري أمام النجم الساحلي اللي يعمل في فترة ثالثة ضعيفة قبل 13 نقطة وما سجل حتى نقطة. عمر الموحلي من 3 نقاط، هنا نداو تدخل وتخرج كرة عمر الموحلي الأخيرة، قاعد تلاقي صعوبات هجومية جمة. هذا راجع للدفاع الاتحاد المونستيري للأمانة كيف كيف، وفما بعض الكرات تاع ان كونتر زيرو ضيعهم بسهولة النجم الساحلي في فترة ثالثة عجيبة وغريبة. 13-0، 6 دقائق و11 ثانية، والنجم الساحلي مازال بنفس النتيجة اللي كمل بها الشوط الأولاني. في المقابل دفاعه قاعد يقبل بال 13 وما سجل حتى نقطة. رضوان سليمان سكة وصل كرة لنزار كنيوة، يعمل ليكرون حمدي على ناجي الجزيري لتحرير نزار كنيوة، ثم من اليسار لليمين تمشي لرضوان سليمان، يحاول يمر رضوان سليمان يلعب مع نيناد، ثم موجود عمر الموحلي في الكورنر، 9 ثواني في الهجوم، يمر عمر الموحلي، ثم مقطوعة من دفاعات الاتحاد المونستيري، يحاول يمشي الكونتر اتاك الاتحاد المونستيري، ايفاريس سونغانيا ينجح. 22 نقطة للاتحاد المونستيري في فترة ثالثة مجنونة للاتحاديين، مجنونة. 15-0 رضوان سليمان، ثم يضيع الاتحاد المونستيري قاعد يستثمر في قلة تركيز النجم الساحلي، قاعد يتعدى فترة صعيبة. في المقابل فترة ثالثة مجنونة للاتحاد، مجنونة للاتحاد المونستيري. وتشوفوا ربيع المكسر النقاط اللي سجلها الاتحاد الرياضي المونستيري، سويتا دي ستيل سير كونتر اتاك ون كونتر زيرو. النجم الساحلي سهل اللعبة أكثر على الاتحاد الرياضي المونستيري، مردود الحقيقة متوسط جدا، اللي ما نقولوش مردود خايب في الـ في الـ في, الـ في الهجوم بالنسبه للاتحاد الرياضي، بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. في المقابل قابلوا معناها فريشير فيزيك كبيره، فولونتي كبيره بالنسبه للاتحاد الرياضي المونستيري باش يوفى المقابله في الكوارتر الثالث. 36-29 كانت نتيجه الشوط الاول، الان 53-29، يعني النجم الساحلي بعد 6 دقائق و3 ثواني التو ما افتتح عدد تسجيل، رغم انه لقى روحه في دي بوزيسيون تاع ان كونتر زيرو ولا في وسط الراكات، يعني خلق روحه الفرص، لكن فما حتى 2 ان داوت كره تدخل وتخرج. في المقابل الاتحاد المونستيري رهيب دفاعيا، لانه الاتحاد المونستيري الى بروفوكي الاخفاق نتاع النجم الساحلي بالسرعه نتاعو في الدفاع، وبالقولوا له الدفاع ذو مخاطر، يعني فما بريس دو ريسك في الدفاع. الاتحاد المونستيري قاعد يخرج قاعد يعمل في الاستيل، ونجح في النسق هذاك ونجح في الخطه هذه، ومشى عكس الهجوم في اكثر من مره، ومشات معاه الكونتر اتاك مع ايفا واسكندر الحلو ونجم الجزيري، يلقى روحه من بلوس 7 حاجة أخرى ربيع، بلوس 24 حاجة أخرى ربيع. الاتحاد الرياضي المونستيري نوع في الدفاعات نتاعو، عمل دفاع ضاغط ملعب كامل، عمل دفاع منطقة في شطر الملعب نتاعو، لعب مان تو مان، قلق ياسر بالتغييرات هذوما نتاع نوعيات الدفاع، قلق ياسر نجم الساحلي اللي ما تو ما لقاش معناها استراتيجية باهية باش بور كونتر كاري. أول سلة للنجم الساحلي كان بمضى هذا اللاعب عمر الموحلي، كان حاول منذ قليل سدد من الثلاثة ما نجحش، المرة هذه لقى روحه في وضعية توبن شات، نجح في أول نقطة للفريق في هذه الفترة الثالثة. فترة ثالثة صعيبة ياسر على النجم الساحلي، وفترة ثالثة متميزة للاتحاد المونستيري. 53-32 حاولت عكس الهجوم، حمدي برا ينجح يعمل 5-0 الآن، يعمل 5-0 ويطلب ديريكتومون تايم اوت صفوان الفرجاني بعد ال 5-0 اللي عملها النجم الساحلي. واحدة من كونتر اتاك وواحدة من 3 نقاط، مجنونة المباراة سمير، مجنونة. أكيد أكيد المقابلة النجم الرياضي الساحلي ما لقاش حلول خاصة على مستوى الهجوم. في المقابل الاتحاد الرياضي المونستيري لا بوكو غانيون كونفيونس وقاعد يمركز سلة تجيب سلة ولا سلة تجيب سلة، وقاعد يسجل في سلات سهلة سير ستيل سير كونتر اتاك سير جو ترانزيسيون سير جو رابيد. دونك والنجم الساحلي يلقى في صعوبات كبيرة في خاصة في سي با جو رابيد ميم سير اتاك بلاسي، ما فماش فارياسيون، الكرة تدخل الانتيريور وبعد تخرج ان اوت، ستاتيك شوية النجم الساحلي، ان بو ستاتيك لو جو ان بو ستاتيك. في المقابل الاتحاد المونستيري يعمل فترة ثالثة رهيبة على المستوى الهجومي، 7 دقائق اقل شوية، 6 دقائق و40 ثانية، 36 لين 53، يعني 17 نقطة في 7 دقائق، ومقبل كان 5 نقاط، هذا يعطينا مجموع بلوس 19 مع 19 للاتحاد المونستيري. والنجم الساحلي بعد 6 دقائق رهيبة باش يسجل اول 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 كانت من ثلاثية لعمر الموحلي، وسط اجواء جماهيريه رهيبه لهنا في ديربي مشتعل وديربي ناري وفرجوي، اونجو كبير بلاصه في الفينال تاع البطوله
نجم الساحلي نذكروا ربح 1-0 ربح اللقاء الذهب الاتحاد المونستيري، ثم محاوله الدانك من فراس السلحيني يربح الفاول. قلنا تو النجم الساحلي بما انه متاخر في النتيجه يحب يرجع ملدي في ضاغه ملعب كامل، لكن في الاخير خذاها فراس السلحيني متحرر ومشى باش درايف باش وحتى على مستوى الكونفيونس فراس السلحيني بين لقطتين يشبهوا في سوسه، كنا مع بعضنا عدينا اللقطه كان في وضعيه كم اقل حتى يمكن اسهل من هذه، ما مشاش للدانك وضيعها وقت لها الكونفيونس رجعت بالنسبه لفراس السلحيني والنتيجه 19 نقطه، اصبح رجع يلتونت الستيل دو جو اللي يحب عليه هو الاكسبلوزيفيتي دي كونتراكتي يلعب مرتاح. 53-34 19 نقطه فتره ثالثه بإمضاء الاتحاد المونستيري دفاعيا وهجوميا. نناد عمر الموحلي تمشي نزار كنيوة، نزار إلى نص سيستيم، نزار كنيوة مع ناجي الجزيري يخرج بالكرة لنناد يخرج عليه إيفا تورنوفر ثم خطأ اللي فات الاتحاد المونستيري في صورة تعاودت أكثر من مرة فوتو سبورتيف الفو فانتيني باس يعني لي زانترسيبسيون ذهب للهجوم المعاكس خاصة في وجود ناجي الجزيري المهم لي ايفا فراس لحيني ملاعبيها تمشي للكونتر اتاك نجم الساحلي في المقابل يتعدى بأسوأ فترة ليه في المباراة هذه الفترة الثالثة صحيح الديكليك نتاع المقابلة نتصور انا هي الفترة الثالثة اللي الحقيقة النجم الساحلي ما لقاش فيها برشا حلول خاصة على مستوى الهجوم ودفاعيا زاد ما تشوفك تشوف الاتحاد المونستيري اللي بدل شويه في طريقه لعبه من هجوم مركزي وفي الداخل ايفا في راس او تسديدات من ثلاثيه بدل خذا عمل بريس دو ريسك في الدفاع مشى قطع كرات وجرى برشا كونتر اتاك هي وضعيه ذو حدين معناها تنجم ترجع عليك بالوبيل كما تنجم تهز لك سكور ال 20 نقطه صحيح ديفونس على ليميت دو لافوت ديفونس ريز اجريسيف مشاو الباني يلعبوا حسام المملي حاول هذا الشاب قلنا حسام المملي 18 سنه مهدي السايح نزار يعمل الفانت شو يعمل نزار كنيوي يلعب مع عمر الموحلي عمر الموحلي سدد بثلاثه نقاط وينجح على الجهه اليسرى من الكورنر عمر الموحلي قاعد يعطي في حلول للنجم الساحلي في وقت اللي يوقف فيه هجوميا النجم فانه يلقى في عمر الموحلي سته نقاط في هذه الفتره لفريق سجل ثمانيه نقاط سته منهم لعمر الموحلي من زوز ثلاثيات مثل متنفس عمر الموحلي النجم الساحلي ايفا دفاع منطقه بالنسبه للنجم الساحلي حسام المهملي من ثلاثه نقاط تينان داو ثم ايفاريست ياخذ الربو ايفاريست شون كانيا حوار بين السكه وايفا حوار فيريل في وسط راكيت عادي حتى الحوار لي سبورتيف ما فيه حتى شيء كره بين الاثنين كل واحد ما يحاول باش ايفاريست شون غانيا وفراس لحياني هذه التسديده الاخيره لحسام المهملي وهذا الحوار الاخير بين ايفا والسكه يعيط لهم هيكل لقسنطيني يقول لهم فوفو كالمي قال له انت عنقتني الاخر يقول له نهز يدي وهيكل يقول لهم النجم الساحلي ربيع الاجواء بيناتكم النجم الساحلي للرجوع في النتيجه ربيع عمل دفاع ضاغط فون برينس كامل ورجع لهنا معناها بعد ما كان في دفاع رجل لرجل رجع دفاع منطقه في ثلاثه كيف 18 نقطه للاتحاد ايفاريست شون غانيا ينجح في الرميه الاولى وكيف ما قلت انت هو خاسر النجم الساحلي خاسر 19 نقطه دونك الي ابلي باش يرجع في السكور يا يرجع في السكور خاطر ما يزيد يعمق يتعمق عليه الفارق في المقابل الاتحاد المونستيري ما بدلش الريجستر تاع الفتره الثالثه مازال يمشي للدفاع ريسك مازال يحاول يقطع الكرات مازال يحاول يقطع يمشي للهجمات المعاكسه يستعد لدخول ايمن بوزيد الان في الاتحاد كره للنجم مهدي يعمل الكرون حمدي ثم يعمل الكرون رضوان سليمان يطلب كره على اليسار ما ياخذهاش تمشي عكس الكرون الموجود نزار كنيوه ثم الخطا ضد بشير حديدان لصالح نزار كنيوه شوف ربيع فما بوكو سوفرونس في النجم الساحلي ما تلقاش لاعب متحرر في اوبن شات كل واحد يسوفر باش يخلط الفاني دونك هذه كي نقولوا فما نقص في الحلول الهجوميه هذاش معناها ما تلقاش ملاعبي في اوبن شات وحده كما قاعد نشوف رضوان سليمان مع بشير حديدين رضوان سليمان يحاول يمر يخرج بالكره نزار كنيوة موجود وحده عمر المحلي اون كونفيونس عمر المحلي سدد المره هذه ما ينجحش ثم الالتقاط الهجومي والخطا لحمدي براع
أفضل النجم الساحلي في المدة الأخيرة على مستوى المتابعات الدفاعية. كي نشوفوا الاتحاد الأخيرة، نشوفوا الاتحاد المنصري سمول بولت أو فريق قصير، هذاك علاش النجم الساحلي قاعد ينجم ياخذ في الدوزيام بال، قاعد يدخل داخل رضوان سليمان يلعب في مركز أربعة، هذاك علاش رينيه كومباتيف الداخل مع لاعبين الاتحاد المنصري لاعبين ارتكاز. ياخذ خطأ فني رضوان سليمان على الاحتجاجات الأخيرة، رضوان سليمان خطأ فني ضد رضوان سليمان من هيكل قسنطيني، مولا على رضوان سليمان، يعيط له الكابتن نتاعو زياد التومي اللي تهدئته، نبيل حطاب كيف كيف يحكيو مع الملاعب نتاعهم اللي تهدئته. كيكا ونص على نهاية الفترة الثالثة، 56-37، حمدي براع ينجح في الرمية الأولى، رمية الخطأ اللي كان اللي فات النجم الساحلي في البوسيسيون الأخرانية للاتحاد المنصري، يفشل في الثانية. 56-38 دقيقة ونص على نهاية الفترة الثالثة، ثم رمية لناجي الجزيري لطبيعة الخطأ المعلن ضد رضوان سليمان، رمية وامتلاك، رمية واحدة وتبدل القانون، كان اثنين قبل في الأخطاء الفنية، تبدل القانون ولا رمية برك وقت الخطأ الفني. امتلاك للاتحاد المنستيري دقيقة ونص، أيمن ترابلسي. احنا خلطنا ربيع، كي تاخذ خطا عندك الحق يا تلعب ريميز اون جو يا زوز ربيع. بكري هذا عنده برشا، بكري برشا. بشير حديدين مع رضوان سليمان، بشير يلعب مع ناجي الجزيري، 15 ثانيه في توقيت هجوم الاتحاد المنستيري، يطلع في دفاع عالي رضوان سليمان ونزار كنيو على ناجي الجزيري، ناجي الجزيري يمشي للدرايف وينجح، لاعبي لا غانيون كونفيونس، خذ ثقه في روحه ويمشي للدرايف، نعرفوا ملاعبي يحب يستنى ويسدد من بعيد ناجي الجزيري، حسن ياسر في المباراة هذه خاصة في اللقاء هذا، قاعد يمشي برشا للكونتاكت، قاعد يمشي برشا للان كونترا، في المقابل النجم الساحلي يلعب اللان كونترا، يلعب الفورسينج، يوصل كرة للملاعبية الطويل اللي عندهم لياقة بدنية كما رضوان وحمدي باش يربح بعض الأخطاء ويربح كيف كيف الرميات الحرة. من جهة يقول لك الراكب شوية اختار الراكب تاع الاتحاد المنصري، ومن جهة يقول لك جاسور أكثر بحكم أنه لي سيستيم مش ماشيين، التسديدات المتوسطة ماهيش ماشية، فأنه نضمن باللعب الداخلي والرميات الحرة. أيمن بوزيد يعمل روبون، دقيقة على نهاية الفترة الثالثة، أيمن ترابلسي، حسام المهملي مع مهدي السايح، حسام المهملي وصل كرة ناجي الجزيري، سدد من ثلاثة نقاط ناجي الجزيري ما سجل، ثم حمدي براع يعمل التقاط، حمدي يحاول يعكس الهجوم، يطلع كرة حمدي، يرجع بالكرة لعمر الموحلي، ثم رضوان سليمان، نزار كنيوة من ثلاثة نقاط، ينداو تدخل وتخرج كرة نزار، تمشي في يدين ناجي الجزيري لتومبوريزي، 38 ثانية على نهاية الفترة الثالثة، بريك كبير عمله الاتحاد المنصري في هذه الفترة، خطأ أو خروج كرة معلن ضد أيمن بوزيد، خروج كرة تورن اوفر ضد الاتحاد المنستيري، وكرة اللي فايت النجم الساحلي، ثم مقطوعة اللي فايت شو يقول فما روتورون زون، يقول هيكل قسنطيني، نزار كنيوة، مهدي السايح. كي تبدا ربيع، انا ربيع الكره الاخيره تبدا فما انترسبسيون، ما تنجمش تكون فما رجوع المنطقه، هو عمل ستيل، عمل انترسبسيون، دونك ماهيش روتورون زون، تنجمش تكون روتورون زون. هذا توضيح من سمير بودان. حسام المهملي ثم يسجل، يسدد دائما بوزيد وما يسجلش، تنتهي الفتره الثالثه 58-39، يعني 19 نقطه، النجم سجل 10 نقاط والاتحاد المنستيري سجل 22 نقطة سجل الاتحاد المنستيري في هذه الفترة، أقوى فترة للاتحاد المنستيري في المباراة. تحس فما لا فولونتي دو فير زاد ربيع، الحقيقة الاتحاد المنستيري يعرف المقابلة ذي هي آخر شانس بالنسبة لي، دونك مقابلة كأس قدام جماهيره، يقول لك ما نساومش انا في المقابله هذه، جوري سي الماتش هذايا وبعد نمشي انا، جو دي في مي شونس جوسكو بو نهار الاربعاء. النجم الساحلي حب كيف كيف حب ينهي معناها المقابله الثانيه ذي بفوز، ويقول لك نترشح انا من غير ما نلتجئ للمقابله
الفاصله، لكن الحقيقه اليوم لابريستاسيون اللي قدمها النجم الرياضي الساحلي ما تنجمش يتاهلوا باش يفوز بالمقابله. بار كونتر الاتحاد الرياضي المنصري قدم مقابله جيده جدا، خاصه في الفتره الثالثه اللي هي عامه الفرق اللي فات 22-10، عمل بلوس 12، عمل دفاع قوي خاصه في الست دقائق الاولى. الاتحاد المنصري دفاع كتشوف انت النجم الساحلي ايفاريست 20 نقطه، الجزيري 18 نقطه، في النجم الساحلي موحلي 8 نقاط ورضوان 8 نقاط، هذوما لي توب سكور. كتشوف البوتنسيال اللي موجود في النجم الرياضي الساحلي، ويقعد 6 دقائق ما يسجل حتى نقطه، تعرف قيمه الدفاع اللي قام به الاتحاد الرياضي المنصري الفتره هذيك. دفاع حركي، دفاع ضاغط سريع، دفاع هما خاطر خلاه ياخذ كرات ويمشي الكونتر اتاك. الموجود ناجي جزيري نجح في كونتر اتاك، اسكندر بحوري نجح في كونتر اتاك، ايفا نجح في زوز عمليات عكس هجوم مع ثلاثيه لناجي جزيري، خلات السكور يطلع ماشي بالكره ضد حسام المهملي. هذوما ديفود دو جونيس بالنسبه لحسام المهملي، قلنا ملاعب شاب 18 سنه يلعب في المنتخب 17-18، يلعب في المنتخب التونسي للاصغر، يلقى روحه يلعب مباراه تيهاب نصف نهائي بطوله في ديربيه جيشي فيرمي. نزار كنيوة، رضوان سليمان، تبدا الفترة الرابعة والأخيرة. مهدي السايح، مهدي يلعب مع حمدي برا، توصل الكرة عمر الموحلي، عمر الموحلي يعمل التوغل، ثم المتابعة من فراس الأحياني، تجي كرة لحسام المهملي، حسام المهملي يلعب مع فراس الأحياني يعمل الدهن. قلنا فراس الأحياني وقت عنده ثقة، تبدا الأمور في الهجوم ماشية، فانه يصبح لاعب خطير ويصبح لولاني اللي انطلق في الكونتر اتاك. ورينا الان الخمسه اللي راهو فيهم في الاتحاد المنستيري، الخمسه مشاو وجراو للكونتر اتاك. شوفوا فراس الحياني، فا ايمن، اسكندر البحوري، ناجي جزيري، كبيره كلها مشات للكونتر اتاك. في المقابل النجم الساحلي، هذا دخول بقوه ضد الاتحاد المنستيري، فات النجم الساحلي مقابل النجم الساحلي برشا تسرع ربيع برشا اللعب الداخلي برشا تسرع الحقيقه. كي تشوف توا هكا الفيزيونومي تاع الماتش بال 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 باللعب هذا بالتسرع هذا، النجم الساحلي ما ينجمش يرجع في المقالبه. بار كونتر تشوف الاتحاد الرياضي المنصري واقف كمل بنفس النسق تاع الفتره الثالثه بعد بدايه الفتره الرابعه. الاتحاد سايح، مهدي السايح يطلب كره داخل، رضوان سليمان ياخذها، فما ميز ماتش، ثم تيرن اوفر او يقول هيكل. والله في 3 سكوند او لا 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 زفر خطا وما لا لا تراجع تراجع كان من الاول على اساس بانيا كوردي فوت بانيا كوردي، لكن بعد في الاخير معناها عطاه فوت نورمال للنجم الساحلي. ينجح مهدي السايح من الكورنر، قاعد يرجع بالثلاثيات شوي شوي النجم الساحلي رغم اصراره على اللعب الداخلي، فانه الحلول قاعده تجي من اليسار واليمين. على اليسار مرتين عمر الموحلي في الشوط هذا، ومره من هنا مهدي السايح على الجهه اليمنى، على الجهه اليسرى عمر الموحلي مرتين، على الجهه اليمنى مره مهدي السايح. قاعد يحاول يرجع بالثلاث نقاط خاصه الفارق عالي 8 دقائق و37 ثانيه 60-42. نلعب الاياب نصف نهائي البطوله ربيع. الاتحاد المنستيري من اجل لقاء فاصل، والنجم الساحلي من اجل المرور للنهائي. مازال برشا وقت 18 نقطه، حكايه فارغه في الباسكيت، تعرف كل السيناريوهات ممكنة. ينجم يرجع النجم الساحلي كما ينجم يطلع ل 30 نقطه الاتحاد المنستيري. كيف ما النجم الساحلي ينجم يرجع في المقابله، كيف ما ينجم الاتحاد الرياضي المنستيري يعمق الفارق اكثر، على خاطر الباسكيت غنيه، الباسكيت فيها برشا مفاجات. دونك 8 دقائق و37 ثانية، حوار جانبي بين فراس الحياني وهيكل. سونتيني على الكرة الأخيرة، بوزيسيون الأخيرة كانت للنجم الساحلي. في مباريات كيما هكا كيف كيف حتى الحكام مطالبين أنهم عندهم حسن التواصل مع الجميع لإخراج لقاء إلى بر الأمان، الديربي إلى بر الأمان. الحكام ما يلزمهمش يكونوا صارمين أكثر من اللازم، وما يلزمش يكونوا كيف كيف سائلين أكثر من اللازم. بورجيري لقاءات كبيرة كما هكا فيها حضور جماهيري كبير، فيها حضور جماهيري من الفريقين، فيها رهان، هي أصلا ديربي. إيفاريست شون غانيا تركيز كبير قبل 8 دقائق 37 ثانية، تعويض يخرج حسام المهملي، حركة حسام المهملي لكن في الباساج الأخير نتاعو ما سجلش وعمل دو تورنوفر،
دي فات دو جونيس كما قلنا اخطاء شباب. باين لاعب عنده امكانيات كبيره، باين لاعب عنده شخصيه، باين اللي مش يكون عنده مستقبل كبير في الاتحاد ديال المونستيري المهمه. ايمن طرابلسي، ايمن طرابلسي يلعب مع اسكندر الحوري، 8 ثواني في توقيت الهجوم، في راس الحياني مع حمدي براعي، يدور بحمدي براعي، يسدد، يعمل ستيب باك، في راس الحياني ملاعبي تلاكون وكونفيونس في الضبط، فانه طلع في الاحصائيات نتاعو وقت لا فريقه وطلع في النتيجه. يبدا سكور عالي، ربيع سكور عالي في راس الحياني لقى نجاحه، ووريك معناها بسيكولوجيكمون الملاعب هذا يحتاج انه يكون كونفيونس باش يلقى الاحصائيات نتاعو. في المقابل مهدي السايح تقريبا لي سول هو عمر المحلي اللي قاعدين ينفسوا شويه في الملاعبيه نتاع النجم الساحلي، في فريق النجم الساحلي من خلال تسديدات مرتين عمر المحلي على اليسار من الكورنر، ومرتين مهدي سايح على اليمين من الكورنر. كيف كيف مع بعضهم هذوما جابوا 10 نقاط مخلطه بين ثلاثه نقاط، وواحده من مسافه متوسطه، واثنين كانوا من المحلي ومهدي سايح. في المقابل ياخذ لاسوندون ايفا على ملاعبي الترتيكاز النجم الساحلي، في كل مره يمشي ينطلق للالتقاط الهجومي فانه ينجح ايفاريست شونغانيا. 20 نقطه كره النجم رضوان سليمان. حمدي براع يلعب الكرة التالية مع زياد التومي، ثم يسرار من زياد التومي، يعمل درايف وينجح رغم محاولة اسكندر البحوري لقطع الكرة. شفنا الدفاع الاتحاد المونستيري يحاول يعمل انترسبسيون تاع أي كرة كانت، يحاول يعطل السيستيم تاع النجم الساحلي منذ الانستالاسيون، يحاول يعطل السيستيم ويخرج يكونتيستي الكرات الكل. الاتحاد المونستيري يسدد الآن مع ناجي الجزيري، يبقى الامتلاك الآن لفراس الأحياني. ايفاريست شونغانيا فما ميس ماتش يستغلوا ولا خيار، يلعب مع فراس الحين، يضرب على المربع، كان اون ديزيكيليبر ما سجلش، كره للنجم، حاول عكس الهجوم، يقطع الكره ناجي الجزيري. في كل مره الاتحاد المونستيري قاعد يقص في التراجيكتوار دو باس بتاع النجم الساحلي وبسهوله. ناجي الجزيري حاول يمر، ناجي الجزيري يلعب مع فراس الحين، 10 ثواني في توقيت الهجوم، ثم مقطوعه او خاطئه من ايفاريست شونغانيا ترجع للنجم الساحلي. مهدي السايح 64 46 6 دقائق 25 ثانية، كرة لمهدي السايح حاول يمر يلعب على اليمين، وين موجود رضوان سليمان، يتردد رضوان سليمان، يقدم شوية بعد خط الرمية تاع ثلاثة نقاط ويضيع لأنه ماهوش اون كونفيونس ملاعب كيما رضوان سليمان، يكون على الكورنر وحده متحرر، يقدم خطوة ثم يسدد. وري اللي ممسوس شوية معنويا في المدة الأخيرة رضوان سليمان، كرة لناجي الجزيري تمشي لأيمن الترابلسي، تبع فيه حمدي براع. ايمن طرابلسي يلعب مع اسكندر البحوري، 4 ثواني في توقيت الهجوم، يعمل ليكرون لتحرير اسكندر البحوري اللي يسدد، ثم يعمل بوكس اوت لحمدي براع وياخذ الروبون زياد التومي، تمشي كره للنجم الساحلي مهدي السايح. تفضل سمير. توا ربيع تحس اللي الهجوم تاع الاتحاد المونستيري بعد ما كان على ان جو دي ترانزيسيون جو رابيد، يقول لك جومين وسكور، توا قاعد يلعب في الهجمه الاخيره، يلعب في 24 سكوند في عقله، طول يا ايرمان وسكور 18 بوان، يقول لك انا جو كونسوم الوقت نسال اكثر ما يمكن الوقت، لانه يمكن النسق اللي بدا به اذا باش يكمل به يمكن يخدم النجم الساحلي اكثر من يخدم الاتحاد المونستيري. في المقابل النجم الساحلي يحاول يرجع من التسديدات من بعيد، لانه الفارق تاع 18 نقطه صعيب انك ترجع من اتاك ب 24 ثانيه وتطول. يحاول النجم الساحلي انه ثلاث اربع تمريرات ويلقى الحلول من تسديد من بعيد، والاتحاد المونستيري كما قلت سمير عنده 18 نقطه فارق، يقول لك جوجير انا الخمسه دقائق الاخيره غادي نلعبوا فقلهم يكملوا في الهجمه حتى الاخر. اسكندر البحوري يعمل روبو او يعمل سكرين، ايفا تمشي لايمن الترابلسي، يعمل المراوغه، يلعب مع ايفا، ايفاريست شونغانيا. اسكندر البحوري قبل ثانيه واحده من الكورنر، يسدد بثلاث نقاط، ينداو، ثم المتابعه لشكون؟ المتابعه والامتلاك للنجم الساحلي. شوف لهنا حتى المتابعه الاتحاد المونستيري في الروبون ديما هو الاولاني، تحس فما ما نعرفش فما اصرار، لا فما اصرار ولا فريشور اكثر، يمكن وثيقه تو الاتحاد المونستيري، يمكن الفتره الثالثه مست برشا النجم الساحلي، قعدوا في المقابله الاتحاد المونستيري قعد في المقابله، قعد مركز جيسكو بو، قعد يعرف ايش قاعد يعمل، وقت اللي يلزم باش يجري الكره جرى الكره، وقت اللي يلزم باش يلعب تك بلاسيه يلعب تك بلاسيه. اليوم المسير الحقيقه الاتحاد الرياضي المونستيري منظم، بار كونتر ليتوال خاصه قاعده تلقى في حلول مع محلي وسايح فقط، خاصه الكوارتر الثالث ربيع الحقيقه الفريق ما عرفناهوش في الفتره الثالثه اللي ما قدمش اداء معناه يرتقي، ضيع كرات سهله النجم الساحلي، ضيع كرات سهله النجم الساحلي في الفتره الثالثه. في المقابل كيف كيف لوفوري اللي لعب بها الاتحاد المونستيري الفتره الثالثه كيف كيف والاكسبلوزيفيتي ونجاحه في قطع كرات وذهاب الهجمات المعاكسه خلته يطلع سكور فيسا، لانه سكور وقتاش يطلع فيسا في مده قصيره يطلع برشا، يطلع بالكونتر اتاك ولا بثلاث نقاط، هذوما زوز وهذوما تقريبا اللي نجح فيهم الاتحاد المونستيري في هذه الفتره.
الثالثة. وهي بداية الهجمة هو الدفاع ربيع، بداية الهجمة يبدا فما الدفاع ضاغط على ليميت دو لافوت، ديفونس تريز اغريسيف، تنجم انت تعمل بوكو دو ستيل، تمشي بالكرة اون كونتر زيرو معناها اون سير نومبر. 14 نقطة صفوان الفرجاني حذر، 4 دقائق و41 ثانية، 14 نقطة يعني وقت. مازال برشا وقت، و14 نقطة ماهيش 21 22 اللي خذاها قبيلة الاتحاد المونستيري. صفوان الفرجاني نشوف فيه ينعزل لوحده يفكر ثم يمشي للجروب باش يحكي معاه، لانه الباساج الاخراني 14 نقطة، تعرفوا انه فريق يحب يعمل كامباك في النتيجة، فانه يحاول يطيح تحت العشرة قبل 3 دقائق، الاخرانيين يحاول يطيح تحت العشرة. صفوان الفرجاني يقول لك نعمل سيتياسيون سبيسيال، نضمن نعاود طلع سكور 16 17 نقطة، نخليها ليكار شوية النجم الساحلي، وفي المقابل تايم اوت هذا زاد كيما ينجم يكون بينيفيك للاتحاد، ينجم يكون بينيفيك للنجم الساحلي اللي يمر بفترة جيدة ورجع شوية في المباراة كما قلنا من 22 ل 14. ريانك باش يطيح الريتم صفوان الفرجاني ريابلي باش ياخذ التمر هذا، علاش؟ خاطر من 22 نقطة و 23 نقطة النجم الرياضي الساحلي يرجع 14 نقطة، دونك يقول لك جاريت لمراجعه من الاول قبل ما يعاود يرجع النجم الساحلي في المقابله اكثر ويعبط تحت الحاجز تاع 10 نقاط. قاعد يرجع بمهدي السايح ايسونسيلمون، النجم الساحلي ايسونسيلمون قاعد يرجع برشا بمهدي السايح، سيران مهدي في وضعيات صعيبه خذا مسؤوليته في التسديدات المتوسطه ونجح، وهو اللي قاعد يعاون في اصحابه جرينوتيو بشويه بشويه في النتيجه. 64 50 4 دقائق و41 ثانية، مع 14 للاتحاد المونستيري، 4 دقائق و37 ثانية على نهاية هذه المباراة، مباراة الديربي، المباراة الثانية، مباراة الإياب. أيمن الترابلسي يحاول يمر، وصل كرة لفا، ثم نجي الجزيري جرب حظه من 3 نقاط ما سجلش، المتابعة من نينات ديليتش، نينات يلعب مع مهدي السايح، ثم زياد التومي يحاول يمر، زياد التومي، ثم المتابعة من نينات، ثم المتابعة من إيفا، وفراس الحياني ياخذ الالتقاط الدفاعي. 4 دقائق من نار، 64 50، كرة للاتحاد المونستيري، اسكندر البحوري، اسكندر البحوري يلعب مع ايفاريست، مع نيناد، تومبوريزي ياخذ وقته الاتحاد، ايفاريست، ايفا، حلوة تميرة، حلوة لليوب، القوة في التميرة وفي الفيزيون تاع ايفاريست بالنسبة للاعب بورتيكيز، كلير فويونس ورؤية شاملة وتايمينغ تايمينغ كبير في التمرير للأليوب اللي نجح فيها ناجي الجزيري، تسديدة من نزار كنيوة، قلنا نجم الساحلي 3 دقائق و38 ثانية مع 16، حاول يرجع بالتسديد من بعيد. حلول فردية، حلول فردية ربيع أكثر منها من هو الشوط الثاني الكل تلعب على حلول فردية بالنسبة للنجم الساحلي، موح لمهدي السايح، إيسونسيلمون مهدي السايح، نيناد يسدد، نيناد من 3 نقاط وينجح، هذه ثلاثية تقريبا ثانية لنيناد ديليتش من 3 نقاط، ملاعب خطير وقت لي رولي وقت الديكروشاج البرة، يسدد من 3 نقاط ينجح، وعنده تقريبا احصائيات عالية، كان يبي لاعب بوست دو او جناح نيناد، وهو يعرف ماهر خنفير انه عنده نقاط قوة من 3 نقاط، نيناد اكيد انه طلب منه انه يسدد من 3 نقاط. 3 دقائق، كرة توصل لايفا، فما مهدي سايح في التغطية، ثم ايفا يعمل في لقاء الموسم، ايفاريست شون كانيا في الحقيقة يعمل في موسم استثنائي هذا اللاعب، حركة كلاسيكية بيك اندرول 45 خذاها وحده، ما صارتش الروتاسيون ديفونسيف باش كونتر كاري البيك اندرول هذه من اكتشافات الملعب النابلي. ايفا ايفاريست شون كانيا الكونغولي جاي منذ سنوات الملعب النابلي، كان من احسن الملاعبيه الاجانب في نابل وقت قدومه الى عاصمه الفخار، يلقى روحه الان في الاتحاد المونستيري. 68 53، كما قلت دقيقتين ونص، الاتحاد المونستيري يحاول يهز الاتاك ال 24 ثانيه، النجم الساحلي يحاول يقطع بعض الكرات والذهاب للهجوم المعاكس او التسديدات الثلاثيه. فراس الحياني سدد من 3 نقاط، تدخل وتخرج كره فراس وتخرج كره الاخيره لزتاك، كل الاخرانيين نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري مع البوزور يشوتوا، دونك يحاول يربح الوقت ذكيه، سي تري بيان ريفليشي، دونك يقول لك انا جمان وسكور 15 بوان، دونك جو كونسوم الوقت نحاول نربح الماكسيموم بوزيبل. سادس مواجهه بين النجم الساحلي والاتحاد المونستيري في موسم السنه، 3 انتصارات للنجم الساحلي، 2 انتصارات للاتحاد المونستيري قبل لقاء اليوم اللي متفوق فيه 15 نقطة قبل دقيقتين،
لناد ديليتشي جرب حظه من 3 نقاط المرة هذه ما يسجلش. ثم المتابعة من أيمن الترابلسي قبل دقيقة 55 ثانية مع 15 للاتحاد المونستيري. تومبوريسي الاتحاد المونستيري عمل البريك، عمل الفترة الثالثة كبيرة ياسر خلته يكمل تقريبا الماني تايم مرتاح. اتحاد المونستيري يحاول يمشي لل 24 ثانية، يحاول يربح الوقت. كرة ليبا ثم ناجحة، ناجحة لأفضل لاعب في الاتحاد المونستيري في المدة الأخيرة فارس شون كانيا. 17 نقطة، دقيقة ونص تقريبا انتهى كل شيء في مباراة اليوم. أنا الحقيقة الأسيست أحسن منه من لقطة الأسيست من ناجي الجزيري، قلت لك ملاعب ناجي الجزيري وإيفا اليوم من نقاط القوة الصارخة للإسكندر البحوري، من نقاط القوة الكبيرة في الاتحاد المونستيري. في المقابل النجم الساحلي ما خسرش مباراته على كامل 40 دقيقة، خسرها خصوصا في فترة ثالثة، خلى الاتحاد المونستيري يمشي له برشا للكونتر اتاك، يقطع له برشا كرات. 70-55 دقيقة على نهاية المباراة، 15 نقطة. مهدي السايح نزار كنيوة جرب حظه من 3 نقاط ما سجلش. المتابعة من هيثم سعدة ثم مهدي السايح جرب حظه من 3 نقاط ما يسجلش. فما زيادة لتومي مع فراس الأحياني، استرجع كورته 55 ثانية. 70-55 خطأ لفايت مهدي السايح، ما نعرفش خطأ بثلاثة تسديدات لا من داخل القوس، من داخل القوس. يخرج فراس الأحياني ويدخل أيمن بوزيد. 70-55 سادس مباراة ولم يخرج الدربي في موسم 2017-2018 عن تقاليده، دربي ناري. والملاحظ سمير أنه في الدربيات السنة هذا السادس الفريق اللي يستقبل هو اللي يفوز، حتى فريق ما ربحهم ديبلاسمون، يعني 3 انتصارات على النجم الساحلي بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، ربح مبارياته في سوسة، الاتحاد المونستيري ربح مبارياته في المونستير، البقية الآن ديبارتاج اللي باش يصير في نهائي قبل النهائي نصف النهائي بطبيعة المباراة الثالثة والفاصلة باش الدور نهار الأربعاء. سيكون لقاء ناري وسيكون لقاء كبير في ديربي مثير يوم الأربعاء من أجل بلاصة في النهائي بين النجم الساحلي والاتحاد المونستيري يوم 18 أفريل، ستكون المباراة السابعة. وكأني بها بلغة الان بي اي، تعرفوا في سيري الان بي اي يلعبوا على 7 ويوصلوا للفاينل جيم، الجيم 7 اللي هو أهم جيم واللي هو أتراكتيف ويتفرجوا فيه العالم الكل. وكأني بها سيري لكن على عام كامل متاع ان بي اي بالإدوال والمستير السنة، بعد 3 انتصارات للنجم الساحلي، 3 انتصارات للاتحاد المونستيري، وبلغه الان بي اي الجيم 7 باش تلعب في سوسه نهار الاربعاء، وباش تكون مباراه كوبيل سوفل. ينتصر الاتحاد اذا 73-59 في لقاء الثاني، 1-1 في سلسله الادوار نصف النهائيه. سمير محفوظ يعطيني صور نتاع ملاعبيه الاتحاد المونستيري يبوسوا في ملاعبيه النجم الساحلي ويسلموا على بعضهم، وهذه الصور اللي نحبوا نشوفوها مهما كانت نتيجه اليوم ومهما كانت نتيجه باش تكون نهار الاربعاء. يلا شكرا لك سمير بودانا على حسن الاضافه، تعود عندما تريد. كان معكم ربيع البحوري، تصبحون على خير.